فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فأتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اللهم صل على صل محمد على وآل محمد. محمد. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء. على أي حال أحسن مولاي الله بعد لكم تنزل، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم مولاي، إذا تتفضلون مولانا بالنزول جزاكم الله خير الجزاء سيدنا. نعم، اسمحوا لنا بالنزول. موفق إن شاء الله. يا الله، إخواني شاركوا البث، بارك الله فيكم، كبسوا، واللي مو متابعني خلي يتابعني، جزاكم الله خير الجزاء. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، وعلى جميع أنبياء الله المرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية المقيمة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي الكرام، هازت مسألة الحوار مساحة واسعة جدا في القرآن الكريم وفي الآثار النبوية الكثيرة. هذه الكثرة رسخت لنا مبدأ نتعاطى على أساسه في كل حواراتنا. قوام هذا المبدأ أيها الإخوة، أيتها الأخوات، رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي الآخر خطأ يحتمل الصواب. بطبيعة الحال كل طرف من الأطراف المختلفة في الفكر وفي العقيدة وفي الثقافة وباقي المساحات الأخرى التي تقع معرضا للاختلاف، يرى كل طرف نفسه على هدى والآخر على خلاف الهدى، وهذه الرؤية تحتم بمقتضى العقل على الرائي الذي يرى أنه يمتلك الحقيقة، تحتم عليه أن يكسي هذه الحقيقة الحسنة، أن يكسيها على حسنها حسنا، وعلى جمالها جمالا، وعلى كمالها كمالا، وتحتم عليه أيضا أن لا يبرزها إلا بعد أن يلبسها ثوب الناشل، لباس العروس، في ليلة زفافها، ثم يسوقها بكل جلالة ووقار إلى المتلقي، هذا المتلقي الذي تتوق نفسه إليها حتى يتقبلها من الملقي بقبول حسن، فيكون منطلقا تمام يبني عليه رحلة البحث عنده. أنا هذه مقدمة، طبعا لا أطيل فيما قلته، وهذه المقدمة أنا واقعا أوجه كل المعاني التي احتوته هذه المقدمة لنفسي أولا، وبموجب حق الأخوة الثابت لهذين الأخوين الكريمين في عنقي، أوجه أيضا هذه الكلمة لأخوي الموجودين معي الآن وباقي إخوتي المحاورين الذين ينطلقون في حواراتهم من منطلقات سامية، إلا أن الشيطان هذا الذي يقعد للمؤمنين صراط الله المستقيم، هذا لا يقنع إلا أن يستزل الكثير منا في منتصف الطريق ويشوه تلك المنطلقات السامية التي كانت في بداية المناظرة والمناقشة والمحاورة. أذكر بمجموعة أمور بارك الله فيكم. الأمر الأول، طبعا عنوان المناظرة لمن لم يطلع على البوستات اللي نزلها فضيلة الشيخ والأستاذ الحيدري علي عماد، والتي أنزلتها أنا على صفحتي، عنوان المناظرة هو عصمة الأئمة. ثانيا، أنا أرجو من الأخوين الكريمين وباقي الإخوة الذين لهم صفحات على هذه المساحة وتعقد في صفحاتهم المناظرات سنة وشيعة على حد سواء، نؤكد على الاحترام المتبادل، ونرجو أن يكون هذا الاحترام حاكما على تمام المناظرة من أول ثانية إلى آخر ثانية. الأمر الثالث، أقول للمتحاورين أو المتحاورين، المتناظرين أو المتناظرين، إن كان ثمة نقد فليوجه هذا النقد للفكرة لا إلى الشخص. نحن نحاكم أفكارا ولا نحاكم شخوصا. رابعا،
يمنع منعا باتا التعرض إلى رموز المقابل تصريحا أو تلويحا، هذا ممنوع مرفوض رفضا تاما. خامسا، بالنسبة للوقت، المناظرة السابقة رأينا أن الثلاث دقائق. على كل حال فضيلة الشيخ أبو خالد إذا صعد على صهوة جواده فإنه يصول ويجول، ولا تكفي ثلاث دقائق. لذلك إن شاء الله سنمدد هذه الثلاث إلى خمس دقائق. إذن الوقت يكون خمس دقائق بخمس دقائق، تكون البداية مع فضيلة الشيخ أبو خالد، وتكون الخاتمة مع الأستاذ الحيدري علي عماد حفظهم الله تعالى. سادسا، وبه أختم حتى قبل تبدأ أخوي محمد، تفضل إذا ما عليك أمر. في بس نقطتين سريعة، الوقت ثلاث دقائق تفضل. جميل جدا، بالنسبة لي أنا معني مشكلة ألتزم بثلاث دقائق حتى ما يكون في ملل. الأمر الثاني أنا بيودي، والأمر شورى، أنا بيودي أن تكون البداية عند الأستاذ علي، لأن العصمة الشيعة هم الذين يقولون بها، فالأولى لا بس. أن يكون البداية من عنده للتعريف بالعصمة وحكمها والدلالة عليها، ثم أعقب أنا بعد ذلك وإن أراد أني أبدأ. لا بس. ماكو بس مولاي أبو حسين. طيب مولانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا للشيخ أبو خالد، حياك الله أخونا الفاضل. المسألة مولانا ما عندي مشكلة على أنه أنا أبدي، لكن أنت المستشكل مولانا، فلازم أنت تبين استشكالاتك مولانا الفاضل، ومن ثم نحن نبين. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنا أجد على أنه ماذا، مسألة عصمة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين حقيقة مسألة ثلاث دقائق يعني مو كفاية، يعني ما تقدر تكمل لك فكرة واحدة. فأنا أشوفه مولانا ما يصير ملل، بالعكس إن شاء الله ماكو ملل. فخمس دقائق على مدة تكفي وتوفي في نقطتك مولانا وفي سؤالك. شيخنا البحراني العزيز، ما أعرف أنا مولانا الفاضل كم المدة مع الوقت المناظرة بالكامل؟ المناظرة بالكامل وقتها إن شاء الله ساعة ونصف بالكثير، هذا السقف الزمني لهذه المناظرة. تمام؟ إذن لا بس، فلتكون أربع دقائق. فلتكون أربع دقائق. ليش ما تخليها فت ساعتين؟ يعني المناظرة أفضل. إحنا مولانا نبدأ الآن ونرى مولانا الحالة العامة سواء لكما أو للجمهور، وإذا إن شاء الله في منتصف الطريق توافقنا على سير ويعني على تمديد الوقت ماكو مشكلة، إن شاء الله نمدد لا إشكال. في المرة السابقة أيضا مددنا تقريبا 12 دقيقة. إذن فضيلة الشيخ، تقبلون بالبدء أم أبو حسين حبيبي؟ إذا أنت تبدأ تبين ما هي العصمة للشيعة. أنا إن بدأت أنا سأبدأ مباشرة في الإشكاليات. المفروض أن يكون في تعريف بالعصمة ودلالتها ومكانتها. أنا راح أتفق مع فضيلة الشيخ بأن يبتدئ أبو حسين ويبين ما هي العصمة عند الشيعة، حتى بعد ذلك نرى أين وجوه الإشكال والاستشكال على هذا التعريف أو على هذا المفهوم الذي يعتقده الشيعة في العصمة. طيب ما في مشكلة. جيد جدا. آخر نقطة بس أنا أشير إلى هذه النقطة الأخيرة إن شاء الله مباشرة أنتقل لكما. الجمهور أحبتي، الجمهور بارك الله فيكم، يا من تتابعون هذه المناظرة، نحن في المرة السابقة قدمنا مناظرة واقعا رائعة جدا 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 على كل المستويات. زين، أنا أطلب من الجمهور العزيز الذي يأتي إلى هذه الصفحة أو إلى صفحة علي عماد، الأستاذ علي عماد، أو إلى صفحة فضيلة الشيخ، أرجو 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 رجاء خاص أن تنعكس الحالة الأخلاقية العامة للمتناظرين وللمنسق على المشاركين بالكتابة. هذا رجاء خاص على أقل التقادير في الصفحة التي يعني أنا موكل ومسؤول عنها، موكل بإدارتها ومسؤول عنها. وأما بالنسبة للصفحات البقية فأرجو رجاء خاص من الإخوة أن يلتزموا الذوق العام، ما أقول في أعلى مستوياته وإنما في الحد الأدنى في أقل مستوياته. إذن نذهب إلى بارك الله فيكم إلى البداية، ومع الأستاذ الفاضل علي عماد خمس دقائق. تفضل، بسم الله الرحمن الرحيم، لك الكلمة. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. تحية معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد للشيخ محمد البحراني
وللشيخ أبو خالد ولإخواننا الشيعة ولإخواننا السنة حياكم الله جميعا. في مسألة تعريف العصمة، تعريف العصمة عند الشيعة الإمامية كما يقول في كتاب العصمة بحث مفصل في عصمة الأنبياء والأئمة شيخ المتألهين الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي، ماذا يقول؟ يقول برقم صفحة 35 يقول: وفي الإصطلاح العصمة على ما اختاره العدلية هي اللطف المانع المكلف من ترك الواجبات وفعل المحرمات يفعله الله به غير سالب للقدرة على خلاف مقتضى ذلك اللطف، وإلا لم يكن مكلفا ولم يستحق مدحا ولا ثوابا، بل ذلك اللطف موجب لسلب الداعي المستلزمة لأحدهما، وهذا حاصل ما قرروا في قواعدهم. طيب أولا هذه تعريف العصمة. طيب النقطة الثانية، العصمة عند الشيعة الإمامية شيء متواتر، شيء متواتر. أنقل رواية، هذا في كتاب كفاية الأثر بالنصي على الأئمة الاثنى عشر للخزاز القمي، يقول برقم الصفحة 249: حدثنا إلى نهاية السند قال: دخل علي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة وقد نزلت عليه هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا. فقال رسول الله: يا علي، هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي والأئمة من ولدك. فقلت: يا رسول الله، وكم الأئمة بعدك؟ قال: أنت يا علي، ثم ابنك الحسن والحسين، وبعد الحسين علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد جعفر ابنه، وبعد جعفر موسى ابنه، وبعد موسى علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد علي ابنه، وبعد علي الحسن ابنه، وبعد الحسن ابنه الحجة من ولد الحسين. هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش. فسألت الله تعالى عن ذلك فقال: يا محمد، هم الأئمة من بعدك مطهرون معصومون. طيب هذه النقطة الثانية. طيب سؤالي إلى الشيخ العزيز على أنه ما هو تعريف العصمة عند السلفية، ما هو تعريف العصمة عند السلفية؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أخونا الفاضل أبو خالد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتمنى على أن تبين عقيدتك في عصمة رسول الله، هل إنه معصوم من الكبائر دون الصغائر، الصغائر دون الكبائر، الصغائر والكبائر في التبليغ عصمة مطلقة إلى آخره؟ أتمنى تبين هذه النقطة. سؤالي الثالث وبه أختم إن شاء الله، العصمة عندكم باللفظ أم بالمعنى؟ العصمة عندكم باللفظ أم بالمعنى؟ طيب السؤال الرابع إن شاء الله على أنه ما هو المانع العقلي والشرعي بأن يكون بعد النبي معصوم؟ ما هو المانع العقلي والشرعي بأن يكون بعد النبي معصوم؟ أنا إلى هنا أكتفي مولانا الفاضل على مود ما يكون هنالك إسهاب في الأسئلة، تفضلوا حياكم الله. طيب أخذت أنت 3 دقائق وربع تقريبا، تمام؟ أخذت 3 دقائق وربع، جيد؟ طبعا أنا خل أبين شغلة، الوقت الذي يتنازل عنه صاحبه أنا سوف أصبه في خانة المقابل بعد ذلك، فهذا وقتك الآن، تحيله إلى فضيلة الشيخ بحيث يأخذ فضيلة الشيخ الآن 6 دقائق ونصف تقريبا. لا مولانا الفاضل، لا، خليه يبدي ياخذ 5 دقائق وان شاء الله في المداخلة الأخرى إذا أنا بقى من وقت قليل وتركت هذا الوقت يصف في لا بأس، خلاص. إذن البداية نعم 5 بـ5، وبعد ذلك من يتنازل عن وقته يكون الوقت للطرف المقابل. تفضلوا فضيلة الشيخ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا حي قيوم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن أبا بكر، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة، ومن بايعوا تحت الشجرة، ومن حضر بيعة الرضوان، ومن حضر بدرا وأحدا، ومن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. أما بعد، يظهر لي أن 3 دقائق مناسبة جدا، والدليل على ذلك أن الأستاذ قد ختم قبل إتمام 5 دقائق. أعود للموضوع لأن أسئلة الأخ خارجة عن الموضوع كليا، نحن نتكلم عن عصمة الأئمة الاثني عشرية، فما لك يعني ما يدخل موضوع العصمة عند السلفية ولا لا علاقة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتحدث عن عصمة الأئمة
الاثني عشرية. سأدخل مباشرة في صلب الموضوع. الأخ الكريم عرف لنا العصمة عند الشيعة لكنه لم يتطرق لحكمها ولا لحكم من خالفها ولم يتطرق للدليل عليها. ولكن عندنا مثلا في عقائد الإمامية للأستاذ الشيخ محمد رضا المظفر في صفحة 56 يقول: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن سن ومن سن الطفولة إلى الموت، عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء، هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق. أيضا يقول الصدوق في كتاب الاعتقادات: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم، هذه في زيادة أخرى، يقول ومن جهلهم فهو كافر. اعتقادات للصدوق صفحة 97. أيضا عند المجلسي في بحار الأنوار المجلد 25-209 يقول: اعلم أن الإمامية رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه، ولم يخالف فيه إلا الصدوق محمد بن بابوي وشيخه ابن الوليد رحمة الله عليهما، فإنهما جوز الإسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام، لا السهو الذي يكون من الشيطان، وقد مرت الأخبار والأدلة الدالة عليها في المجلد السادس والخامس وآخر الكلام. مع هذا، مع أننا نجد عند الإمامية ذكر لعدد من الأخبار التي يذكر فيها النسيان والجهل، وأيضا في مثلا على سبيل المثال في روضة المتقين يقول: ويمكن حمل النهي في غير الداخل على الكراهة كما يظهر مما رواه الشيخ الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول فساطيط بمنن، فقال: يا بني إن هذا لا يقلع، وإن أمكن حمله على إرادة القطع أو يكون صغيرا غير مكلف، وجوزنا الجهل عليهم في الصغر. انتهى. روضة المتقين المجلد الرابع صفحة 166. أيضا عندنا مسألة المذي، جهل علي بن أبي طالب بحكم المذي وغيرها من هذه المسائل. فهل هذه تتنافى مع العصمة التي ذكر الأستاذ تعريفا لها، وذكرنا حكم المظفر وحكم الصدوق وكذلك كلام المجلس عليها؟ هل هذه يتنافى مع العصمة التي وسعت بمثل هذا الأمر، مع أن الأستاذ يعني ما تطرق مباشرة إلى الدليل على العصمة، وإنما عرفها مباشرة ثم انتقل إلى عصمة السلفية؟ السلفية لا يقولون بعصمة أحد من البشر، وليس هذا موضوعي، وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس موضوعي ولا نتكلم فيه أصلا، حتى لو ذهبت لن أتكلم فيه. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من عصمة السلفية هذه كلها لا تعنينا بشيء. أما قضية المعنى، معنى العصمة عند السلفية أو عند أهل السنة والجماعة، ما عندي إشكالية أنا بذكر التعريف، لكن تعريفنا نحن للعصمة غير مقبول عندك أنت، لأنك أنت ذكرت العصمة وأنت الذي تحكم به على الأئمة عندك. تضح بي. انتهى الوقت فضيلة الشيخ. نعم بارك الله فيكم. أتصور كلام الشيخ فضيلة الشيخ واضح. الوقت لكم مولاي أستاذ علي، تفضلوا. بسم الله. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. في مسألة قلع الحشيش، الأخ العزيز أتى بهذه الرواية. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذا في كتاب سماء المقال في علم الرجال أبو الهدى الكلباسي في الجزء الثاني برقم الصفحة 464 يقول: وثالثة، بملاحظة كل من الوجهين المذكورين كما ذكر فيه بعد ذكر حديث الإسناد عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج، هذا الحديث منقطع الإسناد، لأن موسى بن القاسم يروي في الأسانيد المتكثرة عن جميل بن دراج بواسطة اثنين ورعاية الطبقات، قاضي أيضا بثبوت أصل الواسطة. رواية صحيحة لكن مرسلة أخونا الفاضل، بها انقطاع حتى وإن كانوا الرجال ثقات. هذه مسألة. المسألة الثانية، الأخ يقول على أنه علي بن أبي طالب كان يجهل حكم المذي.
حكم المذي شنو علاقته أخونا العزيز في مسألة العصمة؟ المذي يتكلم عن العلم، ما عندي مشكلة أجاوبك على نقطتك على حكم المذي، لكن هل هو داخل في الحوار؟ جواب لا، ما داخل في الحوار. ما هو الذنب الذي أذنبه علي بن أبي طالب عندما جهل حكم المذي؟ طيب أسألك سؤال أخونا الفاضل في مسألة حكم المذي، هل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتيه الوحي كان يعلم بحكم المذي أم لا؟ إذا قلت على أن رسول الله كان يعلم بحكم المذي فما الحاجة إلى جبرائيل؟ وإذا قلت على أنه لا يعلم فسقطت عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تريد إسقاط عصمة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. طيب هذا عندك أخونا الفاضل في مسألة ردا على حكم المذي، هذا في كتاب التنوير شرح الجامع الصغير المجلد الأول، ماذا يقول بتحقيق اللحيدان؟ يقول برقم الصفحة 287 أتاني برقم 87، يقول أتاني جبرائيل في أول ما أوحى إلي فعلمني في الوضوء والصلاة، فلما فرغ الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرحة، عن إسامة بن زيد عن أبيه عن زيد بن حارثة. فإذا الرسول الله ساقط العصمة عندك حسب هذه القاعدة التي بنيتها. طيب يقول لي على أنه ما هو حكم الذي لا يعتقد بالعصمة؟ العصمة أخونا الفاضل هذا في كتاب فقه العقيدة بحوث في أصول الإيمان وفروع للسيد كمال الحيدر، يقول برقم الصفحة 326 الإقرار بكونهم مفترض الطاعة في ضوء الأمر الآن في الذاكر يتبين نشاطية الاعتقاد بكونهم عليهم السلام، أما افترض الله طاعتهم أمر لا بد منهم فمن يعتقد بذلك فهو خارج لا محالة قصة أهل البيت، ماكو أي مشكلة يخرج من الإيمان للإسلام، أما إذا كان جاهلا فيبقى مؤمن، أما إذا كان جاحدا فيخرج من دائرة الإيمان. طيب الأسئلة سألناه ما جاوب الأخ العزيز تعريف العصمة عند السلفية. أخونا أنت جاي تحاور هنا في مناظرة وأنت تعريف ما عندك، يعني عندك تعريف القاضي عياض، والقاضي عياض هو من أهل من الأشعرية أخونا الفاضل، فأتمنى بأن تنطيني تعريف العصمة عند السلفية. إذا كنت أنت لا تعتقد بعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تقبل عصمة الأئمة صلوات الله عليهم؟ طيب قلت لك بين لي عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندك، بينها لي، ماكو. طيب ما هو المانع العقلي والشرعي لأن يكون معصوم بعد النبي؟ انطيني قل لي قال الله سبحانه وتعالى كذا 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 كذا، لا يجوز أن يكون هنالك معصوم، أوافق وينتهي الموضوع. طيب سألتك سؤال، هل اللفظ عفوا هل العصمة باللفظ أم بالمعنى؟ هل العصمة باللفظ أم بالمعنى؟ طيب يقول لي على أنه ما بيّن الدليل على العصمة. أخونا الفاضل جاي أقول لك على أنه متواتر، أنت هنا شو تسوي تنقض على كلامي؟ تقول لي لا ما متواتر عصمة الأئمة ما متواترة عندك، أنا هنا أردن عليك وأقول لك لا متواتر بالأدلة وأذكر لك الأدلة دليل بعد دليل بعد دليل. طيب زين هاي النقاط اللي ذكرهن الشيخ العزيز، هذني النقاط اللي ذكرهن الشيخ العزيز. طيب سؤال، الأنبياء لماذا اشترطتم في الأنبياء العصمة مع أن الأنبياء ليسوا أصحاب رسالة وإنما الرسل هم أصحاب الرسالة وإنما هم مبلغين من أجل تثبيت عقيدة الرسول كما في لوط ونبي الله إبراهيم، لماذا احتجنا عصمة الأنبياء في التبليغ عندكم أخونا العزيز وهم فقط نقلت دين الرسول الذي قبله؟ هذا أتمنى بأن الضيفة عندك أخونا العزيز، أتمنى بأن الضيف هذا السؤال عندك. شيخنا العزيز ما أعرف عندي وقت بعد ولا ما عندي وقت؟ عشر ثواني. طيب ما بعد ما ينفع مولانا، تفضلوا. خلاص تفضل فضيلة الشيخ، الوقت لك، انتهى وقتك عاد. طيب بارك الله فيك. أنا أظن يا أستاذ محمد يعني لزاما عليك أن تذكر الأخ أن موضوعنا هو عصمة الأئمة ليس عصمة الأنبياء ولا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأخ يريد أن يتحدث معي في موضوع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وقول علماء السلف في عصمة الأنبياء، نحدد له موضوع آخر. اليوم أنا موضوعي عصمة الأنبياء، عصمة الأئمة، فأي سؤال تسأل، سؤال واحد تسأل مليون سؤال خارج هذا الموضوع لن أجيبه، أعلمك من الآن. فموضوعي فقط في عصمة الأئمة. أما قضية التعريف ما عندي إشكالية، وجاوبك على التعريف. ما المانع العقلي؟ سأجاوبك عليه. أما موضوع عصمة أن حكم
حكم منكر العصمة. والعجيب من ذلك أنه ذهب إلى كمال الحيدري الأستاذ الدكتور أو أظن الدكتور كمال الحيدري، مع أنه هو نفس الأستاذ عماد قال أن العصمة متواترة، والأستاذ كمال الحيدري يقول أنها ليست متواترة بل إنها من الأمور الخفية. فتستشهد بكمال الحيدري في واحدة وتترك الثانية. طيب إذا ما دام أنك استشهدت الآن بكلام كمال الحيدري في موضوع حكم من لم يؤمن بهذه العصمة، خذ كلامه في أنها ليست متواترة. ليست متواترة، ليش أنت الآن تقول أنها متواترة؟ طيب قضية القلع، قلع الحشيش، يقول الحديث صحيح لكنه مرسل. يا أستاذي أنا ما يهمني الآن حكمك، أنا عندي كلام للمجلس إمامكم في علم الحديث والرجال، الإمام المعتبر المقدم عندكم يقول بلفظه ويجوز وجوزنا الجهل عليهم في الصغر. هذا أنا لا أريد كلامك أنت، كلامك أنت لا يعنيني في شيء، أنا أتكلم الآن عن هذا المقرر عندكم يقول وجوزنا الجهل عليهم في الصغر. يترتب على هذا السؤال، متى تبدأ عصمة الأئمة؟ هل تبدأ عصمتهم في الصغر كما ذكر المظفر، أو لها سن معين تبدأ فيه العصمة؟ ثم السؤال الأهم من هذا كله، ما الدليل على عصمة الأئمة الاثني عشر من علي بن أبي طالب حتى المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري عندكم؟ السؤال الأول، ما الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة على عصمة الأئمة من علي بن أبي طالب إلى محمد بن الحسن العسكري؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني، اللهم صل على محمد، هذا قال الحشيشة. أي السؤال الثاني، متى تبدأ هذه العصمة؟ هل هي تبدأ من ولادة الإمام أو أن لها سن معين، يعني سن البلوغ مثلا، سن الأربعين، سن الثلاثين، سن الثمانين، أي سن تبدأ فيه عصمة هؤلاء الأئمة؟ فإذا حددت لي سنا فأرجو أن تذكر الدليل. ممتاز، عندي ثلاثة أسئلة الآن. السؤال الأول، ما الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة على إمامة الأئمة على عصمة الأئمة الاثني عشر من علي بن أبي طالب إلى الإمام محمد بن الحسن العسكري عندكم؟ السؤال الثاني، متى تبدأ العصمة؟ هل هي تبدأ من سن البلوغ ولا من سن الصغر ولا من سن الكبار، من أي سن؟ إذا حددت لي سنا معينا فاذكر لي الدليل عليه. ممتاز، هذان سؤالان. أما فيما يتعلق بكلام المظفر أنت لم تجب عليه، كلام المجلس لم تجب عليه، هل يقعون في الصغيرة من الذنوب، هل ينسون، هل يسهون، هل هذا ما تكلمت تعرف شيء. أما قضية المذي وحكم المذي فهذه إشكالية أصلا، لأن الوقوع لأن الجهل حكم المذي في إشكالية، أن هذا إمام عندكم معصوم، وإمام معصوم مقدم، وهو معصوم عندكم من الخطأ والزلل، ومع ذلك يجهل حكم المذي. قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه، فإحنا نسأل الآن علي بن أبي طالب متى أصبح معصوما؟ هل أصبح معصوما لما أسلم وهو في مكة، ولا لما تزوج فاطمة رضي الله عنها، وإلا لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح معصوما؟ متى أصبح علي بن أبي طالب معصوما؟ متى تمثلت فيه العصمة وأصبح معصوما؟ ونريد الدليل أيضا، لما تحدد لي اليوم أو الساعة أو الوقت أو التاريخ بأن علي بن أبي طالب أصبح معصوما في هذا الزمان، إذا كانت حديث المذي قبل أن يكون معصوما ما عندي إشكالية، خلاص أنا أقول هذا عادي جدا كان قبله. حنا الذي أسأل متى أصبح علي بن أبي طالب معصوم؟ علي بن أبي طالب متى أصبح معصوما؟ هل كان لما أسلم، لما ولد، لما كان في مكة، لما انتقل إلى المدينة، لما تزوج فاطمة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تولى الخلافة، متى أصبح معصوما؟ تفضل. انتهى الوقت إخواني الموجودين، تكبيس بارك الله فيكم، وشاركوا البث، واللي مو متابعني خلي تابعني، جزاكم الله خير الجزاء. أبو حسين مولاي حبيبي لك الوقت 5 دقائق. أنا طبعا قبل أن تبدأ أبو حسين، أنا من البداية اتفقت مع الأخ اللي واقعا له حق الشكر علي، الأخ تذكار، أن لا أتدخل في شيء. يعني أنتما تمثلان الصف الأول النخبة، فأتصور تكون... محمد لك حق، نعم، التدخل مثل ما ذكرت أنا التذكار إذا خرج أحد منا عن الموضوع،
موضوعي نعم هو عنوان هو عصمة نعم عنوان المناظرة نعم ولا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يعني عنوان المناظرة عنوان المناظرة يعني يفرض إيقاع خاص لهذه المناظرة. بصراحة أقولها عنوان المناظرة عصمة الأئمة تقضي بأن يكون الطرف الشيعي مستقبل للأسئلة غير موجه للأسئلة للطرف المقابل، لأن الطرف المقابل سالب بانتفاء الموضوع ولا يقول بعصمة الأئمة. ولكن أقول هذه المناظرة تحت هذا العنوان تكون أحادية الجانب مستقبل ومرسل فقط. جيد جدا. الأمر الآخر طبعا أنا أقبل هذه المناظرة، وإن شاء الله الآن ننتزع موافقة مبدئية من فضيلة الشيخ أن نطرح عنوان يتعلق بالخلافة في الدائرة الإسلامية العامة، حتى تكون المناظرة فيها أخذ ورد، لا تكون فقط إرسال من جهة واستقبال من جهة أخرى. أنا ما عندي إشكالية شيخنا يطرح، بارك الله فيك، لكني أنا لا أحب المواضيع المتشظية التي يعني يمكن أن أسبح أنا أو يسبح خصمي في ملكوت الرحمن. طيب شيخنا نتفق على هذا الشيء بعد إن شاء الله. لا بأس يعني مثلا الخلافة أبي بكر، خلافة علي، خلافة عثمان، ما عندي مشكلة. أحسنت. بالمعنى المطاطي هذا ما يمكن. صحيح. لا ممتاز إن شاء الله نحدد معالم المساحات التي يعني يكون فيها الحوار ويتمحض الحوار في هذه المساحة. وأنا أيضا لا أفضل أن تثار القضايا اللي من شأنها تشكل حالة من الشاحن وما أشبه ذلك. على أي حال طبعا إخواني اللي يتواصلون وياي تمام، واللي الآن أرى كلامهم في التكست، إخواني يعني أقول أنا طبيعة العنوان يفرض هذا اللون من الحوار، وإن شاء الله أنا أضمن لكم أن تخرجون بفوائد جمة. ليش؟ لأن هذه إشكالات وأسئلة موجودة في الطرف عند الطرف المقابل تجاه هذا الاعتقاد الذي أنتم أيها الشيعة تعتقدون به. فجميل جدا أن تعرفوا ما هي الإشكالات المتوجهة على هذا الاعتقاد العصمة عندكم أيها الشيعة. وبالتالي ينبغي علينا واقعا أن نشكر فضيلة الشيخ على تصديه لبيان كل هذه الإشكالات على هذا العنوان وعلى هذا المفهوم، حتى نكتسب حالة من ماذا؟ من معرفة الأدلة التي يقول بها علمائنا في الرد على هذه الإشكالات. بارك الله فيكما، تفضل مولاي حبيبي علي عمار، تفضل. سيجري قطع الاتصال. لا مولانا، لا لن أغلق على أي حال. تفضلوا بسم الله، تفضلوا. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. الأخ العزيز يقول ما هو الدليل على العصمة؟ أخونا العزيز، عندما تسأل سؤال في المعتقد الشيعي فعليك أن تفهمه بالمفهوم الشيعي لا بالمفهوم السني. هذه مسألة. المسألة الثانية أخونا الفاضل، قلت وبينت على أن العصمة لدينا متواترة، هذا مراعاة العقول في الجزء الثاني برقم صفحة 343. علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمرو اليماني عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. يقول كذا في النسخ والصحيح الخامس بدل الرابع، إذن الحديث صحيح. طيب يقول على أنه متى تبدأ العصمة؟ شوف أنا أسئلتك يعني جاي أجاوبها بس ما أعرف يعني ما أسئلتي شنو الفيلم ما جايفتي مع العلم بعض مولاي الأسئلة على مولاي ارجعوا إلى صلب البحث. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. إن شاء الله شيخنا العزيز، إن شاء الله. طيب يقول على أنه متى تبدأ العصمة؟ أقول على أنه تبدأ العصمة من حين ولادة الأئمة صلوات الله عليهم. ما هو الدليل؟ الدليل قول المعصوم إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا، والأصل في الكلام الإطلاق، ما لم يكن هنالك مخصص يخصصه. هذه مسألة حكم المذي. أخونا العصمة قبال الذنب. الآن أخونا الفاضل، المذي على أنه عدم المعرفة بالشيء، بين لي ما هو الذنب الذي أذنبه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ما جاوبتنا أخونا العزيز على أن رسول الله هل كان يعلم حكم المذي قبل أن يأتي جبرائيل أم كان يعلمه من دون جبرائيل؟ إذا قلت على أنه كان يعلمه من دون جبرائيل فأقول ما الحاجة إلى جبرائيل، وإذا قلت على أنه كان يجهل هذا الحكم
فسقطت عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديك، تسقط أخونا الفاضل. زين، مسألة على أنه في مسألة قلع الحشيش، ويقول على أنه حديث صحيح. أخونا الفاضل، تلتزم على أنه إذا كان هنالك حديث يصححه العالم تلتزم به، لأنه ورد لديكم أحاديث كثيرة على أن عائشة أمرت الناس على أن تذهب إلى قبر رسول الله ويجعل منه كوة، وهو موقوف على عائشة، وستة من علمائك صححوا الحديث، تقبل هذا الحديث لأنه قالوا صحيح أم لا تقبل؟ هذه مسألة. ربما أنت لا تعلم يعني عند الشيعة الإمامية ما هو حكم خبر الآحاد. طيب، هذا خبر آحاد، هذه مسألة. وكذلك يندرج هذا القسم في القسم الشاذ. القسم الشاذ هو ما خالف المتواتر، وهذا ما خالف المتواتر، وهو في الأصل لا يوجد به إشكال. زين، هذان نقاطك جاوبناهن كلهن. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين طاهرين. السؤال الأول، ما هو تعريف العصمة عند السلفية؟ ما هو المانع العقلي والشرعي لأن يكون معصوم بعد النبي؟ هل العصمة باللفظ أم بالمعنى؟ لماذا اشترطتم عصمة الأنبياء وهم فقط ناقلين؟ طيب، سؤال آخر أضيفه للأخ العزيز، كيف نثق بأن الشريعة التي وصلت إلينا هي شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنها سالمة من التحريف؟ كيف نثق؟ دقيقة ونصف، دقيقة ونصف لك أبغاصي. نعم مولانا، كيف نثق بأن الشريعة التي وصلت إلينا هي شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنها سالمة من التحريف؟ لأن هنالك من الصحابة من ابتدع ما بعد رسول الله، وهنالك من الصحابة ما تم الاختلاف فيما بينهم، فإذا اختلف الصحابة لمن الرجوع أخونا الفاضل إن لم يكن هنالك شخص معصوم؟ طيب، هذا منهاج السنة لابن تيمية. ماذا يقول بتحقيق الدكتور محمد رشاد؟ يقول في الجزء الرابع، يقول ولو دار الحق مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اشترط ابن تيمية على أن يكون الحديث صحيح. طيب، هذا كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، ماذا يقول الشافعي؟ رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. يقول هذا حديث حسن صحيح. مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيق إرشاد الحق الأثري في المجلد الثاني، يقول برقم الصفحة 17، قال ومر علي بن أبي طالب فقال الحق مع ذا، الحق مع ذا، يقول رجاله موثقون. طيب، المعجم الكبير كذلك أخونا الفاضل، فإذا ابن تيمية يثبت عصمة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بحديث علي مع الحق والحق مع علي. ما هو ردك على قول ابن تيمية؟ ما هو ردك على قول الوقت. ابن تيمية وهو يثبت العصمة لعلي بن أبي طالب؟ انتهى الوقت، على أن تجيب كما أجبتك، تفضل. انتهى الوقت. طيب، فضيلة الشيخ، لك المجلس. قبل أن أبدأ الوقت، ومن حقي أن أطالب بالمصدر. كلام ابن تيمية في تصحيح الحديث وقوله بعصمة علي بن أبي طالب، أعطي المصدر قبل أن أبدأ. تفضل. طيب، أول نقطة، أنا لم أدعي على أن ابن تيمية صحح الحديث، وإنما قلت على أن الجميع سمعك. لا، اسمعني أخونا، لا تتقول علي. الجميع سمعك يا حبيبي، عطني المصدر. استمع لي قليلا أستاذي، الله يحفظك. الآن دوري، عطني المصدر فقط. طيب أخونا، تفضل أخذ مداخلتك وانتهى الموضوع. لا، أنا لن أبدأ مداخلتي حتى تعطيني المصدر. طيب، هذا هو، اسمع كلامي بعد، أريد المصدر فقط يا أستاذي. خلاص، هي غير راح أعطيك المصدر. كيف أعطيك المصدر؟ منهاج السنة المجلد الرابع، صفحة كم؟ طيب، منهاج، اسمعني أخونا، منهاج السنة النبوية لابن تيمية في الجزء الرابع، ماذا يقول برقم الصفحة 241؟ خلاص، يقول شكرا. ولو دار، خلاص اسمعني، شكرا. كلامي، شكرا حبيبي، خلاص. الآن دوري. لا، ما عليه أبو حسين، ما عليه مولاي، ما عليه. سجل أبو حسين بعد ذلك في مداخلتك بين. لا بس، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ من آخر ما سمعتم، وهو الجميع سمع كما سمعت، الجميع سمع في قوله أن ابن تيمية يقول بعصمة علي بن أبي طالب ويصحح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، المجلد الرابع، صفحة 241. ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القرآن، أما الحق الذي يدور مع شخص ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعدى. ومعنى ذلك أن قوله صدق وعمله صالح ليس المراد به أن غيره لا يكون معه شيء مع الحق. وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دار الحق مع علي
حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم من جهلهم يدعون ذلك. ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وليس فيهم من هو معصوم، علم كذبهم وفتاويهم من جنس فتاوي عمر وعثمان، ليس هو أولى بالصواب منهم، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله. ولا كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم ورضاؤه عنهم، بل لو قال القائل إنه لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فأين شيخ الإسلام تيمية أقر بعصمة علي بن أبي طالب أو صحح الحديث؟ هذه النقطة وقضينا عليها. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية. يقول التواتر، أنا لا أحاجزك الآن في مسألة التواتر، أنا أضربك بعلمائك. أنت لما جئتني وقلت أن العصمة متواترة، أنا ما رديت عليك في نقض هذا التواتر، أنا جئتك بكمال الحيدري الذي أنت استشهدت به الذي نفى التواتر عن العصمة. فإذا أردت أن ترد فرد على كمال الحيدري، لا ترد علي، أنا لا أقول لا بتواتر ولا بغيره. أما فيما يتعلق بأن ممتاز، جميلة جدا هذه. يقول أن العصمة تبدأ مع الأئمة من ولادتهم، ممتاز. وش الدليل يا أستاذي؟ قول المعصوم طهرنا وعصمنا وعصمنا. وين الدليل أنهم معصومين من الولادة؟ أريد الدليل، وين الدليل؟ أيضا الدليل على عصمتهم، وين الدليل من عصمتهم؟ ألم تجد في كتاب الله جل وعلا آية واحدة، نصف آية، ربع آية تنصر بها معتقدك في أن العصمة للأئمة وأن من خالف ذلك كفر كما قاله الصدوق؟ يا أخي من القرآن ما عندك دليل؟ اعترف لي الآن أمام الجميع أنه لا يوجد في القرآن دليل على عصمة الأئمة الاثني عشر، ثم ننتقل بعد ذلك للأحاديث لنبحث فيها أسانيدها ورجالها. لكن الآن تنتقل لي إلى الأحاديث وإلى المرويات وتترك القرآن، عندي إشكالية. إما أن تعترف أنه لا يوجد آية في كتاب الله تدل على عصمة الأئمة الاثني عشر، أنتقل بعد ذلك معك إلى الروايات. هذه واحدة. ثانية، قال المذي، يا أخي عندي نفحات القرآن للشيرازي يقول هذه الآية تشير إلى احتمال ضلال الرسول بدون الوحي الإلهي، وأن الذي يعصمه صلى الله عليه وسلم من الخطأ ويهديه إلى الحق والصواب هو الوحي الإلهي، لا التفكر والاستدلال البشري المعرض للخطأ. فأنتم تقولون الآن بالعصمة وأنها من الولادة، فهل من الولادة تعلق ذلك بالوحي؟ إذا كان هذا نعم فأعطونا الدليل. فإذا كان الوحي متعلق بالعصمة وأنه لا بد للإنسان من العصمة، مثل ما يذكر الآن في نفحات القرآن للشيرازي، يقول هذا أنا متعلق بالعصمة، لولا العصمة لظل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دام أنها متعلقة بالوحي، معنى ذلك أن الأئمة منذ أن ولدوا وهم معصومون لأن الوحي ينزل عليهم، لأنهم لا، يقول العصمة مرتبطة بالوحي. فإذا كانت العصمة حاضرة، فكيف يجهل إمام مثل علي بن أبي طالب حكم المذي؟ ما دام أن الأمر متعلق بالوحي ومتعلق به لما ولد كان معصوما، فهذا الذي نسأله الآن، كيف يكون علي بن أبي طالب إمام معصوم منذ الولادة وهو يجهل حكم المذي، مع أن الشيرازي في نفحات القرآن يربط ضلال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عصمه من الخطأ وهداه إلى الصواب بسبب الوحي لا بالتفكر، معنى أن الوحي مرتبط. فأعيد بعد ذلك طبعا عشان أنتهي من موضوعك أنت، ليش ما تجيب وليش ما تجيب. أما فيما يتعلق بتعريف العصمة، فالعصمة عندنا مختلف في تعريفاتها لأنها مرتبطة بالمعنى اللغوي. فعلى سبيل المثال الراغب الأصبهاني يقول عصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا بما خصهم به من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية، ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم، وبحفظ قلوبهم والتوفيق وبالتوفيق. وقال ابن حجر وعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات إلى الأمور. ختاما، الراجح عندي أنا شخصيا ما يتقرر عند أهل السنة والجماعة بأن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء معصومين من الشرك ومعصومين في تبليغ رسالات رب العالمين، لكنهم غير معصومين في الوقوع في الخطأ أو الزلل أو النسيان. أحسنت. غير معصومين من هذا. أحسنت. اتفضل أبو حسين أستاذنا العزيز. اللهم صلي على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. طيب أنا بيّنت وقلت على أن ابن تيمية والأخ العزيز بيّن كلامي على أنه ولو دار الحق مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أنا ما قلت ابن تيمية صحح الحديث،
أنا جبت نقل تصحيح الحديث من أحد العلماء اللي هو كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، يقول رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار، هذا حديث حسن صحيح. فإذا ابن تيمية يثبت العصمة لعلي بن أبي طالب لأنه اشترط على أن يكون ماذا؟ اشترط أن يكون هذا الحديث صحيحا. طيب هذا كتاب المستدرك على صحيح في الجزء الثالث يقول. بس إذا تسمح لي، إذا تسمح لي مولاي، إذا تسمح لي بمداخلة، يعني أنتم الآن حتى يرتفع اللبس على المتلقي، أنتم تقولون الآن ابن تيمية علق ثبوت العصمة على صحة الحديث، صحيح؟ أحسنت. فإذا صح الحديث ثبتت العصمة، هذا مقتضى يأتي بالنص. نعم أحسنت. نعم من حقك. نعم تفضل، وأنا أعتذر على المقاطعة، تفضل. طيب هذا كتاب المستدرك على صحيحين في الجزء الثالث يقول برقم الصفحة 129 بتلخيص الذهبي، يقول على شرط البخاري ومسلم، يقول إلى نهاية السنة لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي ودعاها فقال السر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك. هذا يقول الذهبي، يقول على أنها صحيحة. فنقول لكم شكرا جزيلا لكم لأنكم أثبتتم العصمة لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه. طيب يقول على أن الصدوق يقول عيد النص بس كرما، عيد النص اللي في المستدرك، المستدرك على صحيحين الجزء الثالث مولانا، هذا توقف وقتي الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. يقول برقم الصفحة 129 حدثنا إلى نهاية السنة برقم الرواية 4611 عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي ودعاها فقال السر في حفظ الله وفي كنفي، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، قال في التلخيص على شرط البخاري ومسلم. طيب تفضل. انتهينا. المسألة الأخرى يقول الصدوق على أنه يقول كافر، لا أخونا الفاضل لم يقول على أنه كافر، يقول في الهامش على أنه في بعض النسخ، في بعض النسخ التي وصلت إلينا وقد بينا على أنه، حتى أن العاملي في كتاب حقائق الإيمان وفي الفوائد الرجالية كذلك لبحر العلوم بين على أن الذي يخرج عفوا على أن الذي لا يعتقد بعصمة الأئمة صلوات الله عليهم جهلا فهذا مؤمن، أما إذا كان جاحدا بعصمته فهو يخرج من الإيمان فيكون مسلم. طيب أقول له ما هو تعريف العصمة عند السلفية، يقول لي والله قال الراغب الإصبهاني. أستاذ الفاضل أنا لا أتكلم عن التعريف اللغوي وإنما أتكلم عن التعريف الإصطلاحي، أعلم على أن التعريف اللغوي هو بمعنى المنع، هو يقول على أنه بمعنى أبو حسين المنع. هو ذكر أنه ما اتفق علماؤهم على تعريف، هذا نص كلام الشيخ، وإنما اعتمد نعم اعتمد بعضهم على التعريف اللغوي، ولعل فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ يميل على أن الأنبياء غير معصومين عصمة تامة، هذا القول نعم الراجح. تفضل. ما في مشكلة. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. أتمنى على أنه ما تكون يعني مولانا من يعني أسترسل بالحديث. طيب. تفضل. يقول الأخ العزيز. نعم ما بين العصمة عند السلفية وقال على أنه مشتركين. طيب أنت إذا أستاذ الفاضل إذا ما عندك تعريف العصمة وجاي على أنه طالب بالعصمة، طيب مسألة على أنه قلت لك على أن العصمة العصمة أتيتك بالحديث تقول لي والله على أنه أنت ما عندك آية تنصر دينك بها، لا أخونا العزيز عندي آيات أنصر بها ديني، عندي آيات أنصر بها ديني، لكن أنا غير ملتزم بما تفهم أنت. عندما تأتي عليك أن تفهم النصوص والقواعد عند الشيعة بمفهوم الشيعة لا بمفهوم السنة. طيب السنة الآن يأخذون بالقياس، معناها الشيعة لازم يأخذون بالقياس؟ أي قاعدة هذه يا أخونا؟ أي قاعدة هذه؟ قاعدة باطلة هذه. طيب يقول على أن الأنبياء عندنا معصومين من الشرك، لا أخونا العزيز الأنبياء ليس عندك معصومين من الشرك، وإنما كذلك الأنبياء عندك يكون كفار، ما في أي مشكلة. هذا في كتاب المنقول في من تعليقات الأصول للغزالي يقول فإننا نجوز إن نبي الله تعالى كافرا ويؤيده بالمعجزة والمعتزلة إلى نهاية كلامه. هذه مسألة. المسألة الأخرى أخونا أعد النص وعطني المصدر أخونا، يعني إحنا كيف يعني نستمر بهي أبو حسين لا من حق من حقه نعم من حقه أن يسأل عن المصدر، لا بأس أنا أوقف الوقت. طيب. لا بأس. طيب هذا المنخول من تعليقات الأصول للغزالي يقول برقم الصفحة 224
فإنا نجوز إن نبي الله تعالى كافرا ويؤيده بالمعجزة والمعتزلة مانوا ذلك أيضا والذين أوجبوا عصمته من الكبيرة اختلفوا فمنهم من قال كل مخالفة كبيرة بالنسبة إلى عظمته فلا صغيرة أصلا وكل مخالفة كبيرة. هذا قوله أخونا. طيب واصل. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. هذه مسألة سألنا دقيقة بقيت أبو حسين تسترسل أعتذر ما في مشكلة. طيب سألنا الأخ على أنه عدة أسئلة الأخ يعني ما أعرف لماذا لا يجيب طيب هذا تعريف العصمة عند السلفية. الأخ يقول على أنه لا نجتمع على تعريف. طيب إذا كان ما عندك تعريف يعني كيف الأمر. طيب أضيف سؤال إلى الأسئلة الأخرى، هل الأئمة عندك علي بن أبي طالب والحسن والحسين صديقين أم ليس بصديقين؟ وهل إن علي بن أبي طالب حاكم بالقسط عندك ولا لا؟ هل إن علي حاكم بالقسط عندك؟ طيب أرجع إلى أسئلتي، ما هو المانع العقلي والشرعي لأن يكون معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل إن العصمة عندكم باللفظ أم بالمعنى؟ أكون أتمنى تجاوبنا عن هذا السؤال. لماذا اشترطتم عصمة الأنبياء والأنبياء هم فقط نقل الدين؟ طيب كيف نتأكد على أن هذه العقيدة التي وصلت إلينا صحيحة بوجود اختلاف الصحابة عندكم؟ الصحابة اختلفوا كثيرا فلمن نعود؟ أتمنى بأن انتهى الوقت. انتهى الوقت. تفضل شيخنا الفاضل. طيب بارك بسم الله. عموما أنا مثل ما ذكرت لك لو تذكر مليون سؤال خارج الموضوع لن أجيب عليه. ممتاز، فلا تتعب نفسك في كثرة الأسئلة لأنك لن أجيب خارج الموضوع نهائيا. موضوعنا هو عصمة الأئمة الاثني عشر، لكن بما أن يعني حتى بس تعرفني جيدا في قابل الأيام، المنقول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي صفحة قال 224. ممتاز، نرجع إلى الكتاب ونقرأ حتى تعرفون يعني عشان بس الجميع يعرف يعني. يقول الغزالي لا عمدا، طبعا هو يتكلم عن عصمة الأنبياء، يقول لا عمدا ولا سهوا ومعنى التنفير باطل، فإنا نجوز أن ينبئ الله تعالى كافرا ويؤيده. ولم يقل نبي الغزالي، لم يقل نبي، أنت الذي قلت النبي. إذا كنت لا تفرق بين نبي وينبأ عندك مشكلة. الغزالي لم يقل نبي كافر. معليش يا استاذ محمد التعريف، انا ما احب النقولات، لازم نكون يعني دقيقين. نعم. نعم ينبأ، طبعا ينبأ شيخنا كما تعلمون فعل مضارع مبني للمجهول. هل بالامكان ارجاع هل بالامكان ارجاع الجمله الى اصلها من الفعل والفاعل والمفعول؟ لا معليش يا استاذ محمد، هذا ترقيع. لا بأس. الغزالي لم يقل نبي كافر، قال ينبأ. فرق بين العبارتين. إذا أستاذ لا يعرف يعني عبارات العلماء ما يحتاج لي أكمل مع مناظرة. في فرق بين ينبأ ونبي، إذا يفرق بينهما أهلا وسهلا، ما يفرق بينهما نوقف الآن خلصنا، ما يحتاج لي أضيع وقت مع إنسان لا يفرق بين كلمتين. شيخنا لا بأس يعني أنا أرجو أن لا توجه الكلمات إلى شخصه لأنه إتكال في المقام. أنت تعرفني يا أستاذ محمد، أنت تعرفني أنا القضية الآن النقولات جدا دقيق فيها. لما أقول لك قال فلان وأنت تذكر من المناظرة الماضية، بس عشان وقتي بس المناظرة الماضية لما سألنا الأستاذ أبو حسن عطني المصدر مباشرة، فتحت له الكاميرا وريته المصدر مباشرة. أنا رجل دقيق جدا في نقولاتي، ولذا أي إنسان بيوجه قدامي إذا قال كلمة يثبتها. أما يعني معذرة شيخنا، معذرة يعني كان الأولى أن تبينوا على الخلل الموجود بعيدا عن توجيه السهم للشخص لأنه كما نعم لأنه كما ذكرت نعم كما ذكرت كلامي شيء من القسوة يتعلم. لا بأس لا بأس لا بأس تفضلوا لكم الوقت. أما القضية أن ابن تيمية بس وقتي الله يحفظك لا يضيع عليك إن شاء الله. نعم أوقفت الوقت. أما ابن تيمية فهذا هذه حقيقة من الكذب يعني من الكذب والافتراء. ابن تيمية لم يقول أن الحديث يصح، هذه واحدة. والثانية هو لم يقل بعصمة علي بن أبي طالب، بينما أنت الآن تقول أمام الناس وأمام الجميع تقول هذه الكلمة، تقول أن ابن تيمية يثبت عصمة علي بن أبي طالب. من قال لك أن أثبت عصمة علي بن أبي طالب؟ علي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مشكلة أيضا علمية ثانية أنا ما أدري حقيقة في الحوزة يعلمونكم هذا ولا لا،
الافتراض لا يبنى عليه شيء، الافتراض لا يبنى عليه شيء. أنا الآن أقدر أقول لك لو أن الأستاذ عماد يطير كما تطير الحمامة لحصل كذا وكذا، لا يعني ذلك أنك لو طرت أنه بيحصل كذا وكذا. الافتراضات لا تبنى عليها شيء يا أستاذي. أنا أعرف أن الحوزات العلمية تدرس الأصول والمنطق جيد، بس كيف يعني؟ شيخنا العزيز، بس بالمناسبة الأخ علي عماد ليس طالب علم، ليس طالب علم، وإنما رجل نعم لديه ثقافة كافية في هذا الفن. فأرجو يعني أن لا نعم أرجو أن لا، بس إذا تسمحوا لي أرجو نعم، بس عندي كلمة بارك الله فيكم. يعني بغض النظر الآن سواء كان يدرس في الحوزة أم لم يكن يدرس في الحوزة، أنا أتصور أنه يعني التوهين ويعني الاستنقاص من الحوزة بهذه الطريقة غير جيد. أنه ماذا تدرس في الحوزة؟ أستاذ محمد أنت تعرفني، أنا رجل صريح، أنا ما عندي مجاملات لأحد. اللي جالس أسمعه هذا ليس من العلم في شيء. إنسان لا يفرق بين كلمتين. أبو خالد. وينسب إنسان يعني ينقض العصمة. يعني ابن تيمية. ممكن تترك الشخص أنا الله يوفقك. شيخ الإسلام ابن تيمية. ثلث. لو سمحت بس وقتي. لا لا بس ثواني، ممكن تترك الشخص أنا وتبقى يا أخونا العزيز بالأدلة العلمية الله يوفقك إن شاء الله. إيه الأدلة العلمية أنا جالس أنقض لك أدلتك الآن. إيه هذا هو لا بس. إخواني إذا تسمحون لي إخواني إذا تسمحون لي بكلمة. شيخنا بس نعم. ثواني شيخنا العزيز لا وقتي ما اسمح لك يا لا بس محمد لانه مدير الحوار فقط لا بس ابو حسين خليها يمي مولاي خليها يمي شيخنا يعني طيب شيخنا هو يقاطعني ألف مرة وأنا أسمح لا أنا قطعتك فاضل أنا أوقف الوقت بارك الله فيكم أنا أوقف الوقت أستاذنا مولاي حبيبنا أبو حسين فضيلة الشيخ أنا في حال المداخلات أوقف الوقت، ومن يتابعني بالوقت يرى أنني أوقف الوقت، يعني ما أجور على أحد وقتي. أنا أثق فيك يا أستاذ محمد، أنا أثق فيك. أنا الآن أستاذ محمد طلب الوحيد. لما يكون ابن تيمية عليه رحمة الله يا أستاذي وقتي أستاذ عماد شيخنا أبو خالد اترك الشخص أنا وأبقى بالدليل للعلمي الله يوفقك يلا بارك الله فيكم. أنت إذا وجدت علي خطأ مثل ما وجدت عليك الآن شنع به مثل ما تريد. لا 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 نترفع لا يقع في صغر طلاب العلم. نترفع أحبتي نترفع يعني فقط نشير إلى مكمن الخلل في الفكرة المطروحة وهذا كافي أتصور بارك الله فيك. الآن قبل أن أخذ وقتي الآن يا أستاذ محمد اتفضل. ابن تيمية مشروع منهاج السنة ثلاث أرباع قائم على شيء، نقض الإمامة كنص ونقض العصمة. فيأتيني أستاذ أيا يكون على طالب حوزة ولا طالب علم ولا اللي هو ويجيني يقول ابن تيمية يقر بحصمة علي بن أبي طالب، أنا متأكد أنكم أنتم يا شيعة جالسين تضحكون، أنا متأكد لأن هذا الكلام ما يقول به أحد يا أخي. مشروع ابن تيمية على نقض العصمة والإمامة، تجيني أنت تقول أن ابن تيمية يثبت العصمة، هذا شيء ضرب من الجنون. نرجع إلى أصل البحث تفضلوا. طيب. أنا أوقفت الوقت الآن بارك الله. نعم. أصل البحث عصمة الأئمة الاثنى عشر، والأخ يقول أن العصمة بدأت من الولادة. علي بن أبي طالب متى أصبح معصوما؟ من الولادة. نريد الدليل، أريد دليلا بأن علي بن أبي طالب عصم من الولادة. ثم القرآن يا أخي، ما عندكم دليل على العصمة من القرآن؟ لا تنتقل للروايات حتى تثبت لي وتعترف أمام الجميع أنه لا يوجد في القرآن دليل على عصمة الأئمة الاثنى عشر. إذا قررت بهذا ننتقل للمرويات، لأن المرويات كلها أنا مستعد الآن أفندها لك واحدة واحدة. لكن بعد أن تعترف بأنه لا يوجد في القرآن دليل على أن الأئمة الاثنى عشر معصومين، أما ولادة الأئمة فإنهم مولودين معصومين. وعندنا الشيرازي في نفحات القرآن يقول أن الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم والعصمة من الخطأ كانت مرتبطة بالوحي. فإذا كان هذا مرتبط بالوحي وأنتم تقولون العصمة في الأئمة مثل العصمة في النبوة، فهل كان علي بن أبي طالب منذ أن ولد معصوما من الخطأ؟ تقولون نعم. هل كان هذا مرتبط بالوحي؟ إن قلتم نعم فقد جهل علي بن أبي طالب المذي، والعصمة مرتبطة بالوحي، فأين الوحي الذي ارتبط به العصمة وأين حكمه في المذي؟ هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، هل الإمام، وهذا معروف عندكم أن الإمام لا يعلم أنه إمام إلا في فترات معينة اللي هي تسليم الإمامة من الأول إلى الثاني، ممتاز. فهل قبل أن يستلم الإمامة مثل الصادق هل كان معصوما قبل أن يستلم الإمامة؟ يعني أنتم تقولون الآن أنه من الولادة، طيب من ولادته إلى أن استلم الإمامة ممن كان قبله هل كان في هذه الفترة كلها معصوم وهو لا يعلم أنه معصوم، ولا يعلم أنه معصوم ولكن لا يعلم أنه إمام؟ هذه أسئلتي أتمنى أن تجيب عليه. أما خارج الموضوع فرا لن أخرج معك نهائيا. باقي لي شيء من الوقت ولا باقي؟
نعم باقي دقيقة ونصف تقريبا، دقيقتين ممتاز إلى ربع. ممتاز ممتاز. طيب من ضمن الأشياء اللي هي قضية التضارب الآن اللي يحصل بين الأئمة، هذه إشكالية حقيقة. إن كانوا الأئمة كلهم معصومين، والأئمة كلهم مرتبط في قضية الوحي وأنهم معصومين من الولادة، فلماذا يكون الخلاف الذي يجري بين الأئمة؟ مثلا على سبيل المثال عندنا في تهذيب الأحكام المجلد الرابع صفحة 91-92 يقول: فقال أبو عبد الله لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا. هذا الخلاف الذي يجري الآن بين الإمام المعصوم وأبيه المعصوم، هل هو داخل في العصمة ولا في إشكالية؟ طيب ننتقل أيضا في ذات الكتاب، يقول: حصر الوجوب في الأجناس التسعة صفحة 107 يقول: وينادي بذلك ما وقع بين هذين المعصومين مما لا يليق بعصمتهما، مما لا يليق بعصمتهما، فيظهر أنه من باب جراب النورة أو النورة، كان يتكلم مع أبيه، وكذا جواب أبيه مع احتمال توهم زرارة، وكون ما ذكر بين إسماعيل وأبيه أيضا كما روي في القوى عن ابن بوكين وعبيد وجماعة من أصحابنا، قالوا: قال الصادق: ليس في المال المضطرب به زكاة. فقال له إسماعيل ابنه: يا أبتي، جعلت في ذاك أهلكت فقراء أصحابك. فقال: أي بني، حق أراد الله أن يخرجه فخرج. هذا في مصابيح الظلام شرح مفاتيح الشرائع صفحة المجلد العاشر صفحة 107 و108. الآن عندنا، وأيضا ممكن أكمل لك الآن، التضاربات التي تحصل بين الأئمة والمخالفات التي تجري بين الأئمة المعصومين، هل هي داخلة في العصمة ولا ما هي داخلة فيها؟ هل خلافهم هذا من ضمن العصمة ولا لا؟ هل الإمام لما يكون من حال ولادته حتى يستلم العصمة، حتى يستلم الإمامة، هل هو معصوم؟ هل يعلم أنه معصوم ولا يعلم أنه إمام، ثم فترة من فترة يعلم أنه إمام؟ ما الدليل على عصمة علي بن أبي طالب؟ أريد دليلا من كتاب الله جل وعلا على عصمة علي بن أبي طالب. تفضل. انتهى الوقت فضيلة الشيخ، تفضل مولاي أبو حسين تفضل. طيب كالعادة أخواننا الأفاضل، الأسئلة التي أنا سألتها كأنما هواء في شبك، هواء في شبك، ما أعلم. على كل الأخ العزيز يقول: ما أجاوب أنا، ما أجاوب أنا، كل أسئلتك أجاوبها. طيب قول الغزالي يا أخونا العزيز، ما في أي مشكلة إذا أنت سمعت على أنه نبي أو قلت نبه، ربما سبق لسان، ما في مشكلة. لكن سؤالي الغزالي عن ماذا يتكلم؟ ما هو الباب الذي يتكلم به الغزالي ويؤيد من بالمعجزة أخونا العزيز؟ هذا قول الغزالي، يؤيد من بالمعجزة؟ هذا كلامك حول الغزالي. يقول: أنا كذاب، أنا أكذب. طيب شكرا جزيلا. أقول لك لأن أنا نقلت قول ابن تيمية أخونا العزيز، قول ابن تيمية، يقول ابن تيمية: ولو صح، أي بمعنى أن ابن تيمية اشترط الصحة في أنا ما قلت على أن ابن تيمية صحيح الحديث، وأنا أقول لك بأن ابن تيمية ما يصحح الحديث، هكذا أقول لك، هكذا أقول لك على أن ابن تيمية لا يصحح الحديث، لأنه حديث الغدير ضعفه حتى رد عليه الألباني والعسقلاني. الآن أخونا ضعف لحديث المستدرك عندما قالت أم سلمة: إنك مع الحق والحق معك. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. الأخ العزيز يقول: يفند الروايات مال روايات إن العصمة متواترة، قسما بمن أحل القسم. ما تستطيع لا أنت أخونا الفاضل ولا غيرك من المحاورين على أنه تفند روايات العصمة لأنها متواترة، والمتواتر كما يقول محمد باقر الإيرواني على أنه لا يبحث في الرجال، فلا تعب نفسك. طيب يقول مسألة علم المعصوم ورجع على حكم المذي، سألناك سؤال نقضي ما جاوبت، ما علاقة العلم بالعصمة؟ ما علاقة العلم بالعصمة؟ وهل رسول الله كان يعلم بحكم المذي قبل أن يأتي جبرائيل، أم إنه علم بعد جبرائيل؟ إذا قلت على أنه بعد ما أتى جبرائيل، فنقول على أن رسول الله عندك كان جاهل في هذا الحكم. طيب وإذا قلت على أنه كان يعلم به أخونا الفاضل، نقول لك على أنه ما الحاجة إلى جبرائيل؟ وهل كان حكم المذي معلوما في حين سأل علي بن أبي طالب؟ طيب يقول مسألة اختلاف الصادق وإليك عني وإلى آخره من هذا الكلام، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
كما بينت قبل قليل على أنه الرواية عندما تأتي عند الشيعة تعال خذها مفهوم، لأن أنت ما تفسر تفسيرك، تفسيرك ما ينفعني، تفسيرك ينفعك أنت. الله يوفقك إن شاء الله. يقول ملاذ الأخيار الجزء السادس، يقول وعلى التقديرين فمراده بيان هذا الحكم وتوضيعه على الناس، للاعتراض على أبيه، للاعتراض على أبيه. هو تنقلت أخونا العزيز قول مصابيح الظلام، هذا يقول وينادي بذلك ما وقع بينها المعصوم ما يليق بعصمتهم، فيظهر أنه من باب جواب النور كان يتكلم مع أبيه، وكذا جواب أبيه مع احتمال توهم زرارة، توهم زرارة. وزرارة أخونا العزيز أسألك سؤال، أسألك سؤال في هذا الحكم، هل كان زرارة سنيا أم شيعيا عندما نقل هذه الرواية؟ لأن زرارة كان سنيا، كان سنيا ومن ثم أعلن تشيعه، فهل زرارة كان سنيا أم شيعيا عندما نقل الرواية؟ هذا السؤال خليه يمك. طيب مسألة قوله في المال المضطرب، قول إسماعيل، قول إسماعيل أخونا العزيز، وشنو علاقة إسماعيل في مسألة على أنه المال المضطرب وإلى آخره، ومسألة على أن إسماعيل اعترض على أبيه وإلى آخره؟ إذا تلتزم بهذا اللازم تسقط نبوة نبي الله يوسف، لأن الناس كانوا لا يعتقدون بعصمته بل لا يعتقدون بنبوته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عندما وصفوه بأنه يهجر كذلك كانوا لا يعتقدون بأنه نبي، فلذلك أخونا تلتزم على أن تسقط عصمة رسول الله وعصمة نبي الله يوسف، ألتزم معك بإسقاط عصمة الأئمة حسب القاعدة التي بنيتها. طيب هذا التسع، تسع أنت مداخلاتك، هذا اللي رديت عليهم كلهم عمي. 40 ثانية واصل، شنو 40 ثانية لك، تفضل. طيب طيب، ما هو المانع العقلي والشرعي لأن يكون معصوما بعد النبي؟ سألناك ما جاوبت، هل العصمة باللفظ أم بالمعنى؟ لماذا اشترطتم عصمة الأنبياء وهم نقل الدين؟ كيف نتأكد أن العقيدة التي وصلت إلينا صحيحة؟ أنت تقول لي على أنه كل هذه الأسئلة خارج الموضوع، كلها داخل الموضوع، كلها داخل الموضوع، حتى أن عصمة الأنبياء أنا ما دخلت بها على أن عصمة رسول الله، لأن أنت قلت على أنه خارج الموضوع وأنا احتراما لك تركت الموضوع. طيب سألتك هل الأئمة صديقين وعلي حاكم بالقسط عندك ولا لا أخونا؟ جاوبني. انتهى طيب الوقت مولانا، بس عشر تفضل ثواني. تفضل لا بس تفضل. بس عشر ثواني الله يحفظك. ايه تفضل تفضل تفضل. طيب أخونا ممكن تفسر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري عن النبي قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. تفضل فضيلة الشيخ. من عصم الله، تفضل. نعم تفضل فضيلة الشيخ، لك خمس دقائق على بركة الله، تفضل. بسم الله فضيلة الشيخ، تفضل. أبو خالد اسمعونا. إيه المعذرة معذرة. إيه طيب. تفضل بارك الله فيك. طيب أنا حقيقة والله ما أدري يعني كيف أستاذ يعني، لكن ما بحسن الظن أنا هذه المرة، وقل سامحك الله يا أستاذ محمد يعني، لكن ما في إشكالية. الآن الأستاذ يريد أن يلزم ابن تيمية، شوف كيف ترتيب الأمر، يريد أن يلزم ابن تيمية بتصحيح العسقلاني والألباني اللذان ولدا بعدما توفي، يعني لما توفي ابن تيمية بعد 100 سنة أو 80 سنة ولد ابن حجر، وبعد أن توفي ابن حجر ب 300 سنة ولد الألباني، فيريد الأستاذ أن يلزم شيخ الإسلام ابن تيمية بما قال به العسقلاني ابن حجر والألباني. عجيب والله ما أدري شلون جاية هذه. طيب يقول الآن قد صح الحديث، وين صح الحديث؟ هذا هو موجود في المستدرك، وأتحداك يا أبو خالد أنك ترده. نأتي إلى المستدرك، بسم الله على بركة الله لا إله إلا الله، في المستدرك ذكر السند كاملا، قال عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لما سار علي إلى البصرة، لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يودعها، فقالت سر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي رسول أعصي الله ورسوله، فإنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقر في أن نقر في بيوتنا لسرت معك،
ولكن والله لا أرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابني عمر. اشتخلها الآن هذا الحديث، هذه الرواية عن أمي سلمة، وحديث علي مع الحق والحق مع علي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنت ما عدت صرت تفرق بين الذكر والأنثى، ولا عدت تفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوجه، مثل أنك لم تفرق بين نبي وينبأ. يا أستاذي عندك مشكلة ترى، هذا الحديث لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر عند الحاكم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما له علاقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم علي مع الحق والحق مع علي، ما له دخل. هذاك حديث وهذا أثر عن 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 أم المؤمنين، ايش دخل هذا في هذا؟ ايش فيك قمت تدخل هذول في هذه؟ نبأ هو نبي وأم سلمة النبي وتفنيد ابن تيمية ورده للعصمة أصبح تقريرا وإثباتا للعصمة. يا رجل في مشكلة في الموضوع. طيب يقول الروايات تفيد التواتر، فلا ولا أنت ولا غيرك أنك تستطيع أنك تفندها لأنه لا يبحث في الرجال. أنا ما يهمني كلامك، أنا يهمني عندكم عبارة معروفة ومشهورة، أيما رواية أعرضوا كلامنا على كتاب الله فنعرض كلام الأئمة على كتاب الله، أيما عبارة نقلت تعارض كتاب الله نرمي بها عرض الحائط. هذا 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 هذه دعوة معمم، دعوة المعصومين عندكم. ما لي علاقة في الأستاذ علي عماد، ما أعرفه علي عماد، لا أعرفه لأنه لا يعرف يفرق بين نبي ونبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة، فأنا لا أثق فيه. لكني أنا عندي كلام للأئمة يقولوا اعرضوا كلامنا على كتاب الله، فأين كتاب الله جل وعلا في العصمة؟ عطني يا أخي، عطني من 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 كتاب الله دليل على العصمة. أما زرارة سني شيعي إباضي زرادشتي ما يهمني لأنه لا يعنيني في شيء، زرارة لا يعنيني في شيء. زرارة عندك ضرطة في أنف المعصوم، هو لا يعنيني في شيء ولا يقيم عندي شيء. يعني احنا اتفقنا فضيلة الشيخ، اتفقنا على أنه لا ينال من معذرة يا أستاذ محمد، أنا أعتذر. شوف أستاذ محمد أنا أعتذر، لكن إذا أنت يا أستاذ محمد تقولي أن هذه غير موجودة عندكم في كتب الشيعة، أنا أعتذر أنا أمام الجميع. هل هي موجودة ولا لا؟ لا 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 لا, لا. إذا هو إذا الموجود ينقل فهذه على كل حال تفتح المجال. أبشر أنا أعتذر وأصحبها ولا يهمك أبشر، لكن عشان ما يدخلنا في الموضوع، ما لنا علاقة في زرارة الآن، خلينا من زرارة وأنا أعتذر على هذه الكلمة وأسحبها ما فيش كلام. وهو صادق عندي إمام مبجل معظم رحمه الله، ولكني أرى أن هذا كذب عليه عموما. يقول ما علاقة العلم بالعصمة؟ يا أستاذي عندي إمام من أئمتك وهو الشيرازي صاحب التفسير نفحات القرآن، يقول وهذه الآية تشير إلى احتمال ضلال الرسول بدون الوحي الإلهي، أي أنه ارتبط الوحي الإلهي بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة الأنبياء. عندكم مثل عصمة الأنبياء. الآن تقول أنك أجبت عن أسئلتي، لا ما أجبت عن سؤالي. سؤالي متى عصم علي بن أبي طالب؟ سؤال متى عصم علي بن أبي طالب والدليل؟ ما الدليل من القرآن على عصمة الأئمة كلهم؟ سؤال الثالث، الأئمة عندكم لا يعلمون أنهم أئمة حتى يتسلموا الإمامة، وأنت تقول أن الإمام يولد معصوما، فهل هو معصوم لا يعلم أنه معصوم حتى يستلم الإمامة، أو أنه معصوم يعلم أنه معصوم لكنه لا يعلم أنه إمام حتى يستلم الإمامة؟ هذا سؤالي الرابع. أما أسئلتك قلت لك لو لا تتعب نفسك أنك تسأل أسئلة خارج الموضوع لن أجيبك عليه. أما فيما سألت من داخل الموضوع تقول سؤالك جميل اللي تسأله، تقول بس الوقت دقيقة يا أستاذي لأني نسيت سؤاله عن أذنك. نعم لا بس. تقول ما الحاجة إلى المعصوم؟ أظن كذا سؤالك صح؟ أو تقول بس ذكري سؤالك يا أستاذ عماد، ما الحاجة إلى عصمة الأنبياء وهم فقط ما المانع العقلي ما المانع العقلي والشرعي أن يكون بعد النبي معصوم؟ ممتاز، جميل سؤالك هذا وبجاوب عليه. ما المانع العقلي والشرعي؟ قضية العصمة أن الإنسان يعصم من الخطأ والزلل والنسيان وكبائر الذنوب وصغائرها وكل شيء، هذا يتنافى تماما مع ما أراد الله جل وعلا من الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، فقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يستثن من هذه العبادة أحدا من الجن والإنس. ومن أهم هذه العبادة هي التوبة والإنابة، ولذا قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لذنبك،
فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا فاستغفر لذنبك لأن هذه عبادة، فمانع عقلي وشرعي أن يوجد الله جل وعلا عبادا يعصمهم من كل زلل وخطأ وذنب ونسيان ثم يقول اعبدوني، ما يمكن أن يستقيم، لأن من ضمن العبادة العبادة في الخطأ، لأن الإنسان يتوب ويستغفر إلى ربه، ولذا قال الله جل وعلا فاستغفر لذنبك. الاستغفار والعودة من الذنب هي من العبادة إلى الله جل وعلا، عبادة لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان المقصود أختم بهذا أختم، لكن إذا كان المقصود بذلك ما المعنى العقلي، أنا أجيك على المعنى العقلي. لو سلمت لك جدلا بأن الأئمة الاثني عشر كلهم معصومين، قد قال أئمتك المعصومين بأنه قد كذب عليهم وأكلوا الناس بكلامهم وشربوا وقد افتري عليهم كثيرا، فمن أين يسلم لك أن ما نقل عن الأئمة المعصومين صحيح غير داخل في قول الإمام المعصوم بأنه قد كذب عليهم؟ تفضل. نعم تفضل مولاي. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. يقول الألباني على أنه أتى بعد ابن تيمية، طيب أعرف على أنه أتى بعد ابن تيمية، يعني شنو الإشكال؟ يعني ابن تيمية أخونا الفاضل عندك روايات كثيرة لم يصححها أحد، وإنما أتى مثلا الألباني وصححها، يعني إن سقط هاي الروايات أخونا هذه حجة بالله عليك، حجتي إيش هاي أخونا الفاضل؟ إذا تلتزم بهاي القاعدة تسقط جميع تصحيحات الألباني، واللي من ضمنها كتاب الله وسنتي ما ينفكم، لأن هو فقط الوحيد اللي صححها كما ينقل عن كتاب المستدرك على الصحيحين. طيب رواية أم سلمة يقول على أنها رواية أم سلمة، ما رديت على صحيح ابن حبان أخونا العزيز كتاب الأربعين، ليش ما رديت عليه؟ طيب أم سلمة أخونا العزيز كانت كاذبة أم صادقة عندما نقلت هذا القول؟ أعطني مصدر ابن حبان والأربعين، تفضل نجاوب ما فيش كلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذي لا تزعل، هذا محسوم من وقتك، يعني الوقت راح يوقف، أنا أطالب بالمصدر بس. طيب أعطني ابن حبان والأربعين والوقت. طيب موقف طيب علشانك لا تخاف. طيب ما في مشكلة أخونا العزيز. اللهم صلي على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. شيخنا العزيز وقف الوقت، الله يوفقكم إن شاء الله. الوقت واقف يا حبيبي. طيب هذا كتاب أخونا العزيز، هذا كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، هو يترحم لأبي منصور عبد الرحمن الشافعي، يقول على أنه يترحم على أبو بكر إلى نهاية الرواية، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له من صديق رحم الله إلى آخر، يقول رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث ما دار، يقول هذا حديث حسن صحيح. طيب مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيق إرشاد الحق الأثري يقول ومر علي بن أبي طالب فقال الحق مع ذا، الحق مع ذا رجاله موثقون أخونا الفاضل. فلذلك أخونا العزيز الرواية صحيحة. طيب مجمع الزواد ومنبع الفوائد كذلك رواية. لأني جالس أسجل وراك أنا، دقيقة بس أخونا سجل على راحتك، خلنا نأخذ مداخلة. إيه أنت مستعجل، خليني أسجل دقيقة شوية. عطني الآن رواية ابن حبان، أول شيء رواية ابن حبان، عطني المصدر. طيب هذا أعطيتك الروايات أخونا، ما تواجد الآن. لا بأس مولاي، فليتسع الصدر. لا بأس يخليك، خليك وسع صدر، إحنا نسجل وراك أنا، أنت ما شاء الله عليك يعني تستعجل في الكلام. عطني رواية ابن حبان تفضل. طيب شيخنا ممكن نسكر المايك أبو خالد على مود أنطيك المصادر وأكمل مداخلتي ممكن؟ بس على نعم على الوقت واقف. نعم هو يكتب إن شاء الله المصادر. نعم طيب. قلنا على أنه في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يقول في الجزء السابع برقم الصفحة 337 وعن أبي سعيد يعني الخدري قال كنا عند بيت النبي في نفر من المهاجرين والأنصار فقال لا أخبركم بخياركم، قالوا بلى، قال خياركم الموفون المطيبون إن الله يحب الخفي التقي، قال ومر علي بن أبي طالب فقال الحق مع ذا، الحق مع ذا رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. طيب تمام. هذه مسألة. طيب يقول على أنه أنا زرارة ما لي علاقة بسن ولا شيء. بس طيب بس بسيط إذا تسمح. إذا تسجل في وقتك، سجل في وقتك. طيب أبي يعني مداخلتي. طيب مداخلتي أنا ما أعرف يعني صارت خربة. وقتك كامل بتاخذه يا حبيبي، بس أنا جالس أسجل وقتك. ما علاقة أنا بمسألة الوقت، أنا ما لي علاقة في مسألة الوقت، وإنما خلاص عطني بالحبان تفضل. طيب سكر المايك أخونا العزيز، أرد على هؤلاء علماءك إن شاء الله ونطيك إن شاء الله مصدر ابن حبان، وإذا كانوا هذول ليس بعلماء فلماذا تطالب بابن حبان؟ سكر المايك شيخنا، خلنا نأخذ مداخلتي ممكن ولا ممكن؟ لا بأس طيب. بعد المداخلة من حق فضيلة الشيخ يسأل عن المصادر، من بعد طيب المداخلة أفضل. تفضل ما في مشكلة تفضل الوقت سيعمل الآن.
يقول على أنه زرارة ما له علاقة بسني ولا مو سني. أي طيب أنت فقط تنقل الرواية، فقط تنقل الرواية. سؤالي هل زرارة كان سنيا أم شيعيا عندما نقل هذه الرواية؟ يقول على أن زرارة ضرط في لحية المعصوم. الآن أمام الأخوة أطالبك على أن تأتي بتصحيح هذه الرواية، وإلا تعتذر من زرارة بن أعين رضوان الله عليه. أنا لا أسمح بالإساءة إلى زرارة، طيب، وهو من الثقات وعندنا من الممدوحين. فلذلك أطالب الشيخ أما أن يأتي بتصحيح هذه الرواية من علماء الشيعة أو أن يعتذر من زرارة، لا أقبل بهذا القول. طيب، يقول قول الشيرازي في عصمة الأنبياء، أنت مو قبل قليل سألناك في عصمة الأنبياء تقول لي والله موضوع مو موضوع عصمة الأنبياء، ما هذه الانتقائية يا أخونا العزيز؟ طيب، يقول في مسألة واستغفر لذنبك، حتى هو قرأ الآية خطأ، هذا في فتح القدير في المجلد الخامس. ماذا يقول؟ يقول واستغفر لذنبك، أي استغفر الله أن يقع منك ذنب، أو استغفر الله ليعصمك، أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى. وقيل الخطاب له والمراد الأمة، المراد الأمة، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصدر منه ذنب. طيب، هذان النقاط اللي ذكرهن، يعني ما أعرف والله العظيم ما أعرف ليش ما جاي يجاوب، ما جاي يفتهم شنو. زين، سألنا على حديث والمعصوم من عصم الله، يقول في لمعات التنقيح في شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي، ماذا يقول؟ يقول وقوله والمعصوم من عصمه الله إشارة إلى حال الأنبياء أو بعض الخلفاء. بعض الخلفاء، خلفائك معصومين. هذا الجامع لأحكام القرآن يقول برقم الصفحة 466 في الجزء الرابع عشر، قوله والمعصوم من عصمه الله إشارة إلى حال الأنبياء أو بعض الخلفاء. أخونا العزيز، ما هو الدليل من كتبك على أن الخلفاء معصومين؟ ما هو الدليل على أنهم معصومين؟ ما هو الدليل من القرآن على أنهم معصومين؟ طيب، هذه مسألة. سألنا الأخ سؤال وكذلك ما جاوبنا على أنه كيف نأمن على أن تكون الشريعة التي نقلت إلينا هي شريعة صحيحة وغير مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين طاهرين. يقول في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني في المجلد العاشر، وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله عن أهل بدر إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وإن الراجح إن المراد بذلك إن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم، ومرجوحية القول الآخر إن المراد إن الله تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب. نبأ على ذلك الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة، نفع الله به، نفع الله به. فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاني في الجزء السابع، ماذا يقول؟ يقول ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له، لأنه في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة. ممكنة أخونا، هذا كتاب الموقظة في علم مصطلح الحديث الذهبي، ماذا يقول؟ يقول برقم الصفحة 84، وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القصد. سؤالي إليك، هل علي بن أبي طالب أحد حكام القصد؟ هل إن الأئمة عندك جعفر الصادق الباقر من الصديقين أو ليس من الصديقين؟ هل هم من الصديقين أم ليس من الصديقين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. 10 ثواني. طيب مولانا، إذا تسمح لي فقط خليهن 30 ثانية. طيب، لا بأس لا بأس، تفضل. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعيد السؤال، ما هو المانع العقلي والشرعي لأن يكون معصوم بعد النبي؟ هل إن العصمة عندكم باللفظ أم بالمعنى؟ هذا السؤال مهم. العصمة عندكم باللفظ أم بالمعنى؟ أي بمعنى إن الله سبحانه وتعالى قال لرسول الله أنك معصوم في التبليغ، أريد هذا اللفظ، أريد هذا اللفظ. سؤال مهم جدا، إذا كانت العصمة بالمعنى، ما هي الألفاظ التي توحي إلى العصمة؟ ما هي الألفاظ التي توحي إلى العصمة؟ اتفضل أخونا العزيز. تمام. نعم إخواني الكرام، قبل ما يعني يكون الكلام لفضيلة الشيخ، إخواني بقيت يعني المداخلة اللاحقة، يعني هذه المداخلة
وبعد ذلك مداخلة لأبي حسين أستاذ علي، ثم بعد ذلك تكون الختام عند فضيلة الشيخ. المتناظران، هل تحبان تمديد المداخلات إلى 3 مداخلات أو يكتفى بالمداخلتين القادمتين اللتين تليان هذه المداخلة؟ أنا أقول تمدد. فضيلة الشيخ، أنا ما عندي مانع، لكن إذا بتمدد بمثل هذه الطريقة نسأل عن الأدلة، في روح لي إلى ابن حجر وكلام علماء السنة في عصمة الأنبياء. لا ما عليش، أنا ما أضيع وقتي، أنا محدد الموضوع من الأساس عصمة الأئمة. إذا الأستاذ علي بيكمل في هذا، بيروح يأخذ لي كتب ابن حجر والألباني وكتب الشوكاني ويخرج لي الكلامهم في عصمة الأنبياء، لا تتوقف المناظرة خلاص، هذه مضيعة وقت. أنا نقاشي معك في عصمة الأئمة، سألتك متى عصم علي بن أبي طالب لم تجاوب، دليل من القرآن على عصمة الأئمة لم تجاوب، هل الإمام يبقى أن يعلم أنه معصوم منذ أن ولد حتى يتولى الإمامة وهو لا يعلم أنه معصوم؟ لم تجاوب. هل يعلم أنه معصوم وليس بمعصوم؟ لم تجاوب. لم تجاوب على هذه كلها وتروح لي إلى عصمة الأنبياء. إيش دخلني في عصمة الأنبياء؟ أنا سؤالي معك وموضوعي عن عصمة الأئمة. إذا الأستاذ بيكمل في هذا الأمر، لا خلاص أتوقف الموضوع. إذن ما أعرف، إذن أرى نعم أرى أن تأخذ هذه المداخلة فضيلة الشيخ، ثم بعد ذلك مداخلة إلى الأستاذ علي عماد وتختم إن شاء الله. تفضل فضيلة الشيخ. ممتاز. الآن حنا نتكلم عن مسألة هي من أهم المسائل. طيب، لأنه طالبني بموضوع زرارة، وقف الوقت بس الأستاذ محمد، هو طالبني بموضوع زرارة وأنا توقفت بموضوع زرارة إكراما، هل تريدني أنا أدخل بموضوع زرارة؟ دخلت ولا لا. ألتزم بعد دخولي؟ أعرض عن هذا. إذن لا يتحدى. لا أتحدى أخونا العزيز. لا بس. تفضل. ليس معك. تفضل. أنا كلامي مع الأستاذ. تفضل. هو مدير ال. تفضل. لا. هو يعني إذا كان على كل حال هذه شبهة. على كل هذه شبهة فلا بأس. تفضل. كما تريدون الآن، أنت تبغاني أدخل في الموضوع دخلت، تبغاني أتركه تركته، أنا ما عندي مشكلة، لأن هذا لا أنا أقول لك أصلاً. أدخل. لا بأس. نأخذ هذه المداخلة والمداخلتان التاليتان، ثم بعد ذلك بعد إنهاء المناظرة خلي يكون هذا في الحاشية. لا بأس، هذا في الحاشية، ما في أي إشكالية. الآن تفضل. ذكرنا كلام المظفر وكلام الصدوق وكلام المجلسي في العصمة وحكمها وحكم من يتركها، ونسأل هذه العصمة التي ارتبطت بالإمامة والتي قال الأستاذ في سؤاله ما المانع العقلي والشرعي أن يوجد بعد رسول الله معصوم، معناه أن المسألة لا تعارض لا عقلا ولا شرعا، فنحن نسأل الأستاذ على هذا الأمر، كيف ثبتت العصمة للأئمة الاثنى عشر من علي بن أبي طالب إلى محمد بن الحسن العسكري بلا دليل واضح بين قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ أنت تبني هذا المعتقد على أدلة لا تثبت لك بحال، يعني حتى مع فرض علي مع الحق والحق مع علي، هذا ليس دليلا على العصمة، ليس دليلا على العصمة، لأن العصمة ليست قضية أنه يكون مع الحق، قد يكون مع الحق ويخطئ، مثل ما نحن نقول أن أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع الحق والحق معهم لكنهم يخطئون، عادي يخطئون ويصيبون، هذا حال البشر، لا تنافي بين أن يكون الإنسان مع الحق وأنه يخطئ، ينسى يزل، ما في إشكالية. طيب، وين الدليل القطعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة على عصمة علي بن أبي طالب والأئمة من بعده؟ أنت تقول وتزعم، هذا زعمك، بأن الأئمة يولدون معصومين. طيب أعطني دليل، أريد دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة على أن الأئمة الاثني عشر خرجوا من أرحام أمهاتهم معصومين. لا تجيني وتقول لي والله قال أننا مطهرون، لا، أنا أريد دليل أنه قال نزلنا من بطون أمهاتنا مطهرين معصومين من الخطأ والزلل والنسيان، هذا الذي أريده. إذا أعجزك كتاب الله جل وعلا فلم تجد دليلا عليه تنتقل إلى الروايات. أنت تحديت، أنا ما عندي مانع، لكن تعلن أمام الجميع الآن بأنه لا يوجد نص في كتاب الله يدل على عصمة الأئمة الاثني عشر، وأنا أنتقل معك إلى الروايات، ما عندي إشكالية، لكن لا تنتقل إلى الروايات وأنت أصلا القرآن نفسه لم تجد فيه ما يدل على عصمة الأئمة عندك.
ثم أنا سألت سؤال يعني محدد. الشيرازي يقول في نفحات القرآن وهذه الآية تشير إلى احتمال ضلال الرسول بدون الوحي الإلهي، وأن الذي يعصمه عليه الصلاة والسلام من الخطأ ويهديه إلى الحق والصواب هو الوحي الإلهي للتفكر والاستدلال البشري المعرض للخطأ. الشيرازي ربط العصمة بالوحي، فهل هي أيضا مربوطة عندكم بالوحي؟ إن قلت نعم أنا سأكفيك، إن قلت نعم فكيف يكون الإمام المعصوم الذي ارتبط بالوحي يجهل حكما من الأحكام؟ هذه واحدة. وإن قلت لا فقد نقضت على الإمام الشيرازي عندك. فيترتب على ذلك، أنت لما سألتني هل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الحكم قبل أن يكون نبي، أيضا يترتب عليه سؤال، هل علي بن أبي طالب والأئمة من بعده معصومين منذ الولادة، أي أنهم لا يخطئون ولا ينسون ولا، لماذا تتضارب أقوال الأئمة؟ لماذا أجد الصادق مع والده، ولماذا أجد الكاظم مع والده أو مع ابنه؟ لماذا أجد التناقض وأجد الرد وأجد المخالفة بين الأئمة مع المفروض أنهم معصومين؟ لماذا أجد علي بن أبي طالب يرفض ويقسم بالله أنه لا يمحو اسم رسول الله؟ هذه معصية مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مشكلة. طيب الآن عندي النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الأعظم، وعندي علي بن أبي طالب المعصوم الثاني، كيف يعصي المعصوم الأول أمر المعصوم الثاني يعصي المعصوم الأول؟ إما أن أمر الأول خطأ وإما أن معصية الثاني خطأ، لكن لا يجتمع أن الفعلين كلها صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمحو يا علي، قال علي والذي بعثك بالحق لا أمحو، تضارب في الأمرين أمر ورفض. فإما أن يكون أمر المعصوم الأكبر هو الصحيح فيكون رد المعصوم الثاني خطأ فسقطت العصمة، وإما أن يكون أمر المعصوم الأول خطأ ورفض المعصوم الثاني صحيح تسقط العصمة أيضا، ولا لك حل ثالث، ما في حل ثالث أنك تقول كلهم كلا الأمرين صحيح، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر وعلي عارض، هذه أيضا مشكلة. قضية الآن القضايا المتعددة هذه فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا والاستدلال، انتهى الوقت. طيب ما في إشكالية، واضحة أسئلتي ولا أعيدها؟ واضحة أسئلة، نعم. بس أنا ما أعرف أنا أسئلتي يعني ربما يعني أنا أتكلم باللغة الفارسية أو باللغة الإنجليزية. مولاي حبيبي لا بأس، لك الخمس دقائق وبعد ذلك إن شاء الله تكون لفضيلة الشيخ كلمة الختام، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعرج إلى الشبهة الملقاة في قضية زرارة، تمام؟ مع أنني لا أحبذ الخوض فيها إلا أنه لا بأس، هي شبهة طرحت من ضمن المناظرة، نعم. من ضمن المناظرة يا أخي، هي لا هي شبهة طرحت جانبية على كل طيب حال إن شاء الله بينها، تفضلوا لا بأس، خلها على الحاشية أفضل، خذ هذه الخمس دقائق في صلب الموضوع. طيب نعم. هذا في كتاب رسائل الشريف المرتضى يقول برقم الصفحة 106، فإن قيل أليس قد روي أصحابكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية لما كتب معين بن سهيل بن عمرو وكتاب مواعده، وجرى من سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، امتنع أمير المؤمنين مما اقترح سهيل كتب عليه السلام في الكتاب، قلنا هذا روي في أخبار الآحاد وليس بمقطوع عليه، وليس بمقطوع عليه. هذه النقطة الأولى. قول الشيرازي حبيبنا أنت، مولاي أنت، قلبه أنت، قبل قليل دخلت في عصمة الأنبياء تقول لي خارج الموضوع، الآن تريد تدخل في عصمة الأنبياء لازم أنا أكون معك، لا حبيبي، أنا كذلك أقول لك على إنها خارج الموضوع، فلا يتم الإجابة عن هذا السؤال وهو خارج الموضوع. تقبل أرد عليك في قول الشيرازي تدخل في عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجاوب أسئلتي في عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجع إلى مسألة حكم المذي، رجع إلى مسألة حكم المذي يا أستاذ، الله يوفقك ويطول بعمرك. حكم المذي قد بينا ما علاقة العلم بالذنب، ما علاقة العلم بالذنب، وهل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتاه جبرائيل كان جاهلا بالحكم فإذا لزم سقط عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو تقول لا كان يعلم على أنه حكم المذي فلذلك نقول فما الحاجة إلى جبرائيل. طيب يقول متى يعصم الإمام، قد أجبنا
الأصل في الكلام الإطلاق ما لم يكن هنالك قيد يقيده. عندك قيد تقيدنا هذا الإطلاق حياك الله. هذا مراة العقول الجزء الثاني برقم الصفحة 324 إلى نهاية السنة، يقول إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه، يقول على أنه صحيح. طيب إن هذين النقاط اللي ذكرتهم. طيب أنا أعيد أسئلتي، ما رد على لا قول عصمة أهل بدر، لا حول قول البخاري إلا من يعصم الله، ما رد على قول القرطبي على أنه عصمة الخلفاء، ما رد على العسقلاني على أنه عصمة الخلفاء، ما رد على الذهبي عندما قال على أن العصمة تثبت للأنبياء وللصديقين والذين والقاسطين بالعدل، ما رد على كلام ابن تيمية يقول ولو صح الحديث، ولو صح الحديث، ما جاوب على قول أم سلمة عندما قلت له هل أم سلمة صدقت أم كذبت، ما جاوب على مسند أبي يعلى وفي مجمع الزوائد على أن الحديث صحيح. هذا ما يقارب 10 نقاط. طيب أذكر هل الأئمة صديقين وعلي حاكم بالقص عندك؟ هذا سؤال 11 ما جاوبته. طيب هل إن الشريعة التي نقلت كيف نتأكد على أنها عقيدة صحيحة، مع العلم أن سمر بن جندب كان يشرب الخمر وكان ينقل إليكم الأحاديث، فكيف نتأكد على أن سمر بن جندب كان لم يحتس الخمر وقد نقل إلينا الرواية؟ لماذا اشترطتم في عصمة الأنبياء وهم فقط نقلة وليسوا أصحاب شريعة؟ هل إن العصمة بالمعنى أم باللفظ عندكم؟ هذا سؤال 14. سؤال 15 أخونا العزيز الله يوفقك إن شاء الله، كلنا ذني ما جاوبتن، هل هنالك مانع عقلي على أن يكون هنالك عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا مولانا؟ طيب هذن ال 15 سؤال، هذن ال 15 سؤال كلهن أوقعهن للشيخ محمد، لعيون الشيخ محمد يسقطن. سؤال واحد أريد، بس سؤال واحد، هل إن العصمة عندكم باللفظ أم بالمعنى؟ وإذا قلت باللفظ نريد من القرآن الكريم على أنه قال يا رسول الله يا محمد أنت معصوم في التبليغ، وإذا قلت بالمعنى أسألك سؤال، ما هي الألفاظ الذي اتفقتم على أنها تدل على العصمة؟ هذا فقط، هذا فقط. طيب مسألة الزرارة، مسألة الزرارة يقول على أنه زرارة بن أعين رضوان الله عليه على أنه ضرر. طيب هذا تاريخ آل زرارة للشيخ محمد علي الموحد الأبطح، ينقل هذه الرواية ويقول قلت لو صحت الرواية فخطأ مذهب زرارة في الاستطاعة لا ينافي جلالته بما تقدير، وسيأتي الإشارة إليه في الطعون الواردة فيه وبما رواه الصدوق في الإكمال. طيب هي الرواية عن ماذا؟ يقول حدثنا يوسف بن السخت، هذا يوسف بن السخت في خلاصة الأقوال العلامة الحلي يقول برقم الصفحة 419 يوسف بن السخت بالسين المهملة بصري ضعيف، بصري ضعيف. طيب بما أنك أخونا العزيز على أنك أنت أوردت رواية إلى زرارة، ما أعرف شيخ محمد إيش قد وقت مولانا العزيز؟ بعد 10 ثواني تقريبا. طيب اتركوا هذا القضية، نعم اتركوها على الهامش بعد ما ينهي فضيلة الشيخ. طيب وهاي لعيونك، نعم. وهاي لعيونك شيخ محمد، اترك القضية وانا في خدمتك ان شاء الله. نعم تفضل، نعم تفضل فضيلة الشيخ. طيب كلمة الكتاب قبل ان تبدا لكم. قبل ان تبدا الوقت بس دقيقة. نعم ذكر تفضل الاستاذ علي ان سمرة شارب الخمر، ممكن مصدر؟ اطلب المصدر استاذي في مداخلتك ونعطيك ان شاء الله. تفضل. خلاص هذه اخر مداخله في المناظره كلها، انا اريد المصدر. اعرف اردا عليك وانطيك اياها اخونا. تفضل عطني مصدر يلا. تفضل استاذي اخذ مداخلتك وانا استاذي لن ابدا حتى تعطيني المصدر. انت قلت ان سمره شرب الخمر، اعطني الدليل، اعطني المصدر. لا استاذ العزيز ربما كان سبق لسان وانما كان بائع خمر. تفضل. ايوه ممتاز، هذه الرابعه الان حسبت عليك، شكرا جزيلا. طيب ممتاز. لا لا ما في مشكله خلاص خلاص خلاص، الان مداخلتي، الان مداخلتي، الان مداخلتي. اي تفضل اخونا العزيز. مداخلتي. بس 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 شكرا. تفضل. طيب هذه مثل ما رايتم حفظكم الله المناظره كيف اتجهت، وللامانه انا تمنيت حقيقه ان يكون يعني المستوى العلمي اعلى قليلا، تمنيت ان نخوض مباشره في الادله. لا لا عفوا، عدم التجاوز، عفوا عدم التجاوز لو سمحت. عفوا لا 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 تتجاوز اخونا، تجاوز يعني لو سمحت. احنا اتفقنا من البدايه شيخنا الفاضل انه يعني لا تمس، لا تمس الاشخاص، والا على كل حال ما فيش. الرجل يعني الرجل حقيقه ما تجاوز على شخصك منذ البدايه وحتى الان. أنا في حين انني ما في نعم سجلت فضيله الشيخ. نعم
محمد سأتجاوز، ولكني أنا قلت لك أنا من بداية قلت لك لو أنني وقعت فيما وقع فيه فليشنع كما يريد، لكني أنا سأتجاوز ما في إشكال. الآن الجميع رأى، الأستاذ ذكر عدد من الجمل، عدد من الأشياء، يعني لما نرجع ونتحقق منها نجدها غير صحيحة. ينسب لابن تيمية أنه يثبت عصمة علي بن أبي طالب، كلام ابن تيمية يناقض هذا تماما. ابن تيمية ينقض عصمة علي بن أبي طالب ولا أي من بعده، بل ينقض عصمة أي إنسان مخلوق على وجه الأرض إلا أنبياء الله ورسله فيما يتعلق بالشرك وتبليغ الرسالة. أما مع عدام فينقضها ابن تيمية، وله كلامه في ذلك من أجمل الكلام، بل كتابه مبنى على نقض الإمامة والعصمة. يجينا الأستاذ علي ويقول أن ابن تيمية يثبت العصمة، هذا حقيقة شيء يجعل الإنسان المكلوم يضحك. هذه واحدة. الثانية، جاء أنا بكلام لأبي حامد الغزالي يقول أن الله جل وعلا قد ينبئ على أن ذكرت أنت للمعلومية سألني قال من هذا في يعني في الكتاب، نعم هذا ذكر في القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر اعتراض القاضي اللي هو القاضي المعتزلي، قالوا ما ذكر القاضي وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظر العقل، وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة فإن مدلوله صدق اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى، فلا جرم ولا يجوز وقوع الكذب فيما يخبر به عن الرب تعالى لا عمدا ولا سهوا ولا، ومعنى التنظير باطل فإنا نجوز أن ينبئ الله تعالى كافرا ويؤيد. هذا كلام المعتزلة يرد عليه بعد ذلك الغزالي وهذا مذهب الأشاعرة. فيجينا الأستاذ يقرأ ينبأ يأخذها نبي كافر، أنا أدري حقيقة. يأتينا يقول حديث علي مع الحق والحق مع علي، نرجع يقول لك هذا هو موجود قد صححه الأئمة في المستدرك، نرجع نجد أن الحديث هو خبر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألنا سؤالا مباشرا، أين الدليل من كتاب الله جل وعلا؟ وهذا ما خلصنا إليه في نهاية المطاف، أنه لا يوجد في كتاب الله جل جلاله دليل على عصمة الأئمة، لا علي بن أبي طالب ولا أي أحد ممن بعده من الأئمة، سواء كانوا 12 أو 13 على حسب الخلاف في المرويات. لا يوجد دليل في كتاب الله على عصمة الأئمة الاثني عشر عند الشيعة الاثني عشرية. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، كل المرويات التي يستدل بها الاثني عشرية في إثبات عصمة الأئمة الاثني عشر هي محل نظر، إما أنها لا تصح في وجود المجاهيل، أو أنها تكون مراسيل، أو أنها لا تكون دلالتها واضحة على عصمتهم من الخطأ والزلل والنسيان وغير ذلك. يقابلها مجموعة من الروايات في الخطأ أو النسيان أو غيرها مما روي عن الأئمة. ذكرت له نص الشيرازي الذي يعلق، وهذا جوابي على المذي، لأنه يسأل يقول وش دخل المذي، قلنا قضية المذي والعلم لأنها مرتبطة بالوحي، فإن الشيرازي أكد أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالوحي، فإذا كانت مرتبطة بالوحي فمعنى ذلك أنه قضية العلم، فكيف لعلي بن أبي طالب أن يجهل حكما في شرع الله جل وعلا إذا كانت العصمة مرتبطة بالوحي؟ قضية أنه الأئمة مولودون معصومون، سؤال اللي يترتب على ذلك، هل بقوا إلى أن تولوا الإمامة وهم يجهلون أنهم معصومين، أو أنهم يعلمون أنهم معصومين؟ ثم إذا كانوا يعلمون أنهم معصومين، هل علموا أنهم معصومين منذ الولادة حتى تولوا الإمامة؟ وهذا في تناقض، لأنكم تقولون وتقرون بهذا أن الأئمة الاثني عشر لا يعلمون أنهم أئمة حتى يستلم الإمامة ممن قبله، فهل يمكن أن يكون يعلم أنه معصوم ولا يعلم أنه إمام؟ هذه مشكلة حقيقة تحتاج إلى جواب. المسألة الثانية فيما يتعلق بالروايات أو الكلام الأحكام يعني المترتبة على هذه الأمور، لما يكون موضوعنا عن عصمة الأئمة الاثني عشر، فالبحث في عصمة الأئمة الاثني عشر، نحن لا ننتقل إلى عصمة الأنبياء، لأن عصمة الأنبياء فيها خلاف أصل، عصمة الأنبياء فيها خلاف، هل هم معصومون عصمة مطلقة ولا لا؟ ويرد هذا عندنا أهل السنة والجماعة ومنهم من يرد وكذا، وعندنا يعني كلام كثير في هذه المسألة، وهي محل نظر عندنا في هذه المسألة. لكن مع ذلك نحن لا نقول أهل السنة والجماعة، لا أحد منا يقول أن الأنبياء معصومون من النسيان أو الخطأ الطبيعي اللي يخطئ فيه الإنسان، ولا أحد من أهل السنة يقول بهذا القول، بينما أنتم تقولون في حق أئمتكم الاثني عشر، ومع ذلك لا يوجد دليل عندكم. الله جل وعلا قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، واستغفر لذنبك، وغيرها من الآيات التي تثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في بعض الأخطاء يعاتبه ربه عليها، وأيضا كما أخطأ آدم عليه السلام فعصى ربه
كما أخطأ إبراهيم عليه السلام، كما أخطأ موسى عليه السلام وغيرهم من أنبياء الله ورسله، فأين العصمة في ذلك؟ إذا كان الموضوع على عصمة الأنبياء رغم أنها لا علاقة لها عندنا أهل السنة والجماعة بعصمة غيرهم من البشر، نحن لا نقول أن أبا بكر وعمر، أختم بهذا، لا نقول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير أنهم معصومين، بالعكس نحن نقول كلهم بشر، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. لا يوجد عندنا أهل السنة والجماعة من هو معصوم من الخطأ والزلل والنسيان أبدا، منذ أن خلق الله جل وعلا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل الناس يصيب ويخطئ. شكرا جزيلا. اذا طيب. حبيتوا ندخل في موضوع الزراره ما عندي مانع، واذا حبيتوا نختم لا باس. انا اترك ايضا من باب يعني رفع الشبهه الملقات، انا اترك ثلاث دقائق، وبهذه الثلاث دقائق 6 دقائق المجموع ان شاء الله نختم هذه المناظره. تفضل أبو حسين، تفضل لك المجال 3 دقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. 15 سؤال سقطت. ثواني لا أستاذ محمد، الآن في المناظرة إخواني بس إذا تسمحوا لي، المناظرة انتهت خلاص، أقفلت المناظرة، أقفلت مولانا شيخ محمد. لا ما في تعقيد، لا يعني أبو حسين إحنا اتفقنا أن الختام له، وأنت طلبت تمديد الأمر في زرارة، فهذا لك إن شاء الله، تفضل في زرارة وبه، وبعد ذلك ويعقب ونختم. تفضل أبو حسين. يعني ما أعرف الشيخ أبو خالد. مولاي أنت ابتدأت ب5 دقائق، فالكلمة الختام له، إذا تريدون نمدد ماكو مشكلة نمدد، يعني ماكو أي مشكلة. ما في مشكلة مولانا الفاضل. طيب اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أنا سؤالي للأخ على أنه في رواية على أن زرارة رضوان الله عليه ضرط في لحية المعصوم، السؤال الأول، هل إن الرواية صحيحة وهل هي من الأحاديث المستفيضة أم إنها من أحاديث الآحاد؟ هاي نقطة أولى. والنقطة الثانية، هل إن زرارة بن أعين عندما فعل هذا الفعل أخونا الفاضل كانت برواية صحيحة أم كانت برواية ضعيفة؟ فأتمنى بأن الشيخ يبين هذه المسألة، وهل إن هذه رواية زرارة بن أعين رواية آحاد أم إنها رواية مستفيضة أو عزيزة أو متواترة؟ طيب، وسؤال الثالث إلى الشيخ، ما معنى ضرطة في اللغة العربية عند ابن منظور؟ ماذا تعني كلمة ضرط؟ خلي يجاوبنا الشيخ العزيز. خلاص كافي هذا المقدار، دقيقة واحدة. اي انا عندي هذا ودقيقة واحدة. لن ندخل في مناظرة في موضوع إضرارة زرارة، يتكلم طيب باللي عنده وانا اتكلم باللي عندي ونختم الموضوع جزيلة. بس خلاص شكرا جزيلا. خلاص نعم احسنتم، خلاص تفضل فضيلة الشيخ. طيب ممتاز. روى الكشي عن يوسف قال حدثني علي بن أحمد بن بقاح عن عمي عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قلت التحيات والصلوات، قال التحيات والصلوات، فلما خرجت قلت إن لقيت ولا أسألنه غدا، فسألته من الغد عن التشهد فقال كمثل ذلك، قلت التحيات والصلوات، قال التحيات والصلوات، قلت ألقاه بعد اليوم لأسألنه غدا، فسألته عن التشهد فقال كمثله، قلت التحيات والصلوات، قال التحيات والصلاة، فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالرواية. أما حال زرارة وما يتعلق به هذا مروي عندكم، فإذا أردت أن تدخل في هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال عند المامقاني في تنقيح المقال في علم الرجال قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قلت التحيات إلى آخره، ثم قال فلما خرجت ضربت في لحيته. معجم رجال الحديث للخوئي المجلد 8 صفحة 245 قال ذكر الرواية كلها وقال في آخره فلما خرجت ضربت في لحيته ولحيتهما لحيته وقلت لا تفلح أبدا. قاموس الرجال المؤلف كمل قول الخوئي قول الخوي فيش؟ إيه كمل قول الخوي. أكمل نعم أكمل وقول السيد الخوي في تعقيبه على هذه. من نعم عيون السيدين أبدا دقيقة بس أجل خلني دقيقة. تغير المصدر أمامك. ما في إشكالية دقيقة بس رجال. الحديث ما في أي إشكالية حتى أنا طلبت شيء.
يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طيب هذا كلام الخوي، يقول لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الروايات التابعه الساقطه غير المناسبه لمقام زراره او جلالته. بس ارفع صوتك شيخي. طيب يقول لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الروايات التابعه الساقطه غير المناسبه لمقام زراره وجلالته والمقطوع فسادها، ولا سيما ان رواه الروايه باجمعهم مجاهيل الطائفه الثالثه. شكرا جزيلا قد... شكرا جزيلا شكرا. طيب وقتي وقتي حبيبي، وقتي بلسانك بلسانك. اي ما في اشكال، ما في اشكال، ما في اشكال، ما عندي اشكال، بس وقتي وقتي حبيبي، انتهت وقتي حبيبي مولانا، حبيبي انتهت مولاي. ما عليه ما عليه ابو حسين، ابو حسين ابو حسين ابو حسين ابو حسين بارك الله فيك. الكلام قراه بشكل واضح، والسير الخوئي رفض هذه الروايه واسقطها وانتهت القضيه. لا انا ما عندي اشكاليه في الخوئي يرفضها، انا عندي الكشي وعندي غيره مما ذكرته لكم، مما مقاني ايضا ذكره. ايضا الشوشتري في قاموس الرجال المقال. لو سمحت يا حبيبي وقتي، الله يرضى عليك يا حبيبي. لا بس ابو حسين ابو حسين ابو حسين ابو حسين، اذا انتهى فضيله الشيخ ان شاء الله نحن نبقى ونناقش هذه القضيه والمجال مفتوح لنا. نعم تفضل. انا هذا وقتي خلاص، هذا قطعني. قاموس الرجال لشوشتري يقول فسألته عن التشهد كمثلي، ثم قال حتى فلما خرجت وضربت في رحلته أو قلت لا يفلح أبدا. فهذه بالنسبة للرواية، ذكرت مصدرها الأساسي مما رواه الكشي، ثم ذكرنا هذا كله، ولما طلبت قراءة كلام الخوئي قرأته ولا عندي إشكالية في قراءته. نعم الخوئي يرفض هذا الكلام، لكن الكشي قبله، والشوشتري لم يعقب عليه، وغيره ما مقالي لم يعقب. فالإشكالية ما عندي أنا، إشكالية عندك أنت. أيضا عندك في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، يقول يا ابن رسول الله، رجل من أهل العراق، صفحة 6، شيعته يسألون فأحببت كل منهما بغيره، فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم إلى آخره، فقال شيعتكم إلى آخره، فقال فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد، وتعجب زرارة، ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جوابه بما هو عليه، ولما تعجب زرارة من ذلك، ولعلمي بفتواه وعليهم السلام أحيانا بما يوافق العامة تقية، ولعل السر في ذلك أن شيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر. هذا في الموضوع شنو علاقته بالموضوع يا استاذ؟ حبيبي كلامي أنا بكيفي يا أخي، وقتي وأنا بكيفي أتكلم كما أريد. لو سمعت قفل مايكك شيخ محمد. إخواني أنا حتى لا يصير الوقت مفتوح أبو شيخنا أبا خالد، خذ دقيقة واحدة واقفل هذا الملف، ما بعد ذلك إن شاء الله نناقش. ما عندي أي إشكالية بالنسبة لهذا الأمر. قد روي عن الأئمة عندكم أن هنالك كثير ممن كانوا يكذبون عليهم، فهذا عندك في قواعد الحديث مما ذكرنا. شنو علاقته بالموضوع يا الله؟ مولاي ابو حسين، ابو حسين احنا ان شاء الله نعقد بعد ذلك، هو ينزل مولانا ولك المجال ما تريد، ما في اشكاليه، الامر نعم. يسير نعم. انا الذي جرنا الى كلام زراره هو انك تقول ما المانع العقلي والشرعي في وجود معصوم، فلو وجد المعصوم فهذا المعصوم قد اعترف انه كذب عليه من اناس. محمد محمد انتهت المناظره، لان مولاي ابو حسين حبيبي رحم الله والديك، انا قلت من البدايه يقبل هذا الملف، فاصررت يا ابا حسين على فتحه. مولانا جزاكم الله خير الجزاء. نعم ما عليه بارك الله فيكم. لا تجعلوا إخواني الكرام، أحبتي أبو حسين حبيبي، أنا أترك لك المجال إن شاء الله البث إلى الساعة 12، تكلم بما تشاء، فقط نعطي فضيلة الشيخ دقيقة واحدة يختم ويينزل إن شاء الله، وبعد ذلك المجال لكم ساعة كاملة، تكلموا بما تشاءون إن شاء الله. داخل الموضوع هو ينزل على كل حال، وأنتم مولاي كما تشاءون تحدثوا. تفضل شيخ. ما في اشكاليه. اختم عند الطوسي في اختيار معرفه الرجال، قال محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بعض الرجال عن ابي عبد الله عليه السلام قال دخلت عليه فقال ما تعهدك بزروره الى اخره، ثم يقول وقال وسالقاه بعد اليوم فسالنه عن ذلك الى اخره، فلما ساله وقرره بالامس والامس علم ذلك، لم يترك التقيه مخافه منه، وقال فلما خرجت ضربت في رحلته قلت لا يفلح ابدا. ذكرنا هذا الشيخ الطوسي اختيار معرفة الرجال المجلد الأول صفحة 380. فشكرا جزيلا عموما على لا شيخنا تسمع على الرد الآن، أطالبك على لا ما أسمع لك ولا حرف، خلاص انتهت. مولاي يا أبا حسين يا حبيبي يا نور عيني، أنا المدير مولانا، أنا مدير بارك الله فيك.
ما كون لا لا حبيبي، هي المناظرة انتهت يا أبو حسين، أنت الذي طلبت. نعم بارك الله. أنا طالبت أول شيء، أنا شاكر الرواية. أنا شاكر للأستاذ. يا عيوني يا حبايبي يا نور عيني، أنا قلت لكم في البداية نختم. أبو حسين أنت أصررت على ماذا؟ أصررت على أنه لا يفتح هذا الموضوع. صحيح. مولاي أنت تحدثت يا أبا حسين في دقيقة. طيب غير ومن حق الرجل ما تخلونا أكم. إن شاء الله نخليه. أنا إن شاء أبو حسين حبيبي. خليه يسمعني. ما لا تلزمه يا حبيبي. طيب الآن مولانا الفاضل. ممكن بس أنا أسلم عليكم وأمشي. انتهى وقتك. لا خلاص خلاص انتهى النقاش كله. ممكن طيب بس اسلم عليكم يا استاذ محمد. حياك الله فضيلة الشيخ. بس انا اول شيء اشكر الاستاذ محمد البحراني على ترتيبه هذه المناظرة والقيام على الوقت، خير القيام. شاكر ومقدر لك يا استاذي على جهدك الطيب. انا معكم مثل ما ذكرت لك، الحوار اذا كان مبنيا على الأدب والاحترام والتقدير وأيضا البناء العلمي وهذا هو المهم في نظري، فإنه سيؤتي ثماره بإذن الله تعالى، خير ثمار يستفاد منها. شاكر للأستاذ علي عماد، وأتمنى له يعني مستقبلا باهرا، وأتمنى لنا وله العلم النافع في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لجمهور الشيعة اللي يستمعون في بث الأستاذ محمد البحراني وبث الأستاذ علي عماد. شاكر ومقدر لكم كلكم، وأشكر أولا وأخيرا الحاضرين عندي في البث، لهم مني كامل التقدير والاحترام والتحية والإجلال. شكرا جزيلا للجميع، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. أبو حسين تفضل لك المجال، هذه الشبهة أثيرت، تفضل لك المجال في ردها وتفنيدها، تفضل. طيب.